مساء الخير، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة وملعب البلد. النهاردة عندنا كلام كتير جدا فيما يخص القسم الثاني وأيضا الدوري الممتاز لكرة القدم والعديد من الأخبار، لكن عندنا احتفالية خاصة النهاردة بنادي زهرة الجنوب، بنادي أسوان، النادي المحبب إلى قلبي شخصيا، لأن دايما لما أقول القلوب الطيبة، القلوب النقية، القلوب البيضاء، على طول أقصد نادي أسوان. النهاردة حيكون في ضيافتي معالي المستشار الدكتور شفعي صالح، رئيس نادي أسوان، الصعد الموسم ده عن المجموعة الأولى إلى الدوري الممتاز. مليون مبروك لكل أهالينا في صعيد مصر، لأن أنا دايما أقول اللي يمثل الصعيد هم أبناء الصعيد. يعني سنتين اتنين كان البنك الأهلي في سنة والشرقية للدخان في سنة، وهم لا يمتوا إلى الصعيد بصلة، لكن الحمد لله أخيرا يتم تصحيح الوضع ويصعد أسوان ليمثل الصعيد الحقيقي في الدوري الممتاز. وإن شاء الله هيكون معنا كلام من القلب كل ما يخص نادي أسوان، عشان ما ليش أسوان يصعد وينزل مرة تانية، لأن أهلنا في أسوان وأهلنا في الصعيد يستحقوا أن يكون هناك من يمثلهم تمثيل حقيقي. عشان كده النهاردة هتكلم باستفاضة عن الصعيد وعن نادي أسوان ورحلته في الصعود وعودته مجددا بعد موسم واحد في القسم الثاني إلى الدوري الممتاز. لكن أخذ بعض الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة قبل ما أخش على مباراة الدوري العام المصري. أيضا النهاردة الزمالك يتوج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد في النيجر، وده للمرة السادسة في تاريخ نادي الزمالك بعد ما فاز على غريمه التقليدي النادي الأهلي ب 29-28، والشوط الأول كان انتهى بالتعادل 15-15. طبعا بطولة السوبر مؤخرا الأهلي كان فاز بيها، بطولة الدولة عام الزمالك هو اللي فاز بيها، والزمالك طبعا لعبته المفضلة هي كرة اليد. فمليون مبروك لنادي الزمالك، مليون مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك برسم المستشار مرتضى منصور، هارد لك لنادي الأهلي. أهلي السنة دي بطولة إفريقيا في الطائرة على حساب الترجي التونسي، بطولة السوبر المصري في كرة السلة على حساب البطل الكبير نادي الاتحاد السكندري اللي بنقوله أيضا هارد لك، ولصديقنا العزيز الحاج محمد مصلحي اللي بيعمل كل شيء من أجل هذا الكيان الكبير نادي الاتحاد السكندري. وإن شاء الله تعود الأمور إلى طبيعتها في نادي الاتحاد سواء في كرة القدم أو في كرة السلة التي هي معشوقة الجماهير في الأسكندرية. فطبعا بنبارك للكابتن محمود الخطيب فوزه بالسوبر في المصري في كرة السلة، وأيضا بدوري الأبطال الإفريقي في الكرة الطائرة على حساب الترجي. وإن شاء الله بإذن الله نبارك يوم 30 من الشهر ده للنادي الأهلي بعد عودته من المغرب بالفوز على نادي الوداد إن شاء الله، والحصول على بطولته أيضا المفضلة وهي رابطة الأبطال الإفريقية. وبقول دايما إن الأهلي قادر رغم كل الظروف وكل الملابسات اللي أحيطت بهذه المباراة، ورغم التعنت الشديد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإسناد المباراة إلى دولة المغرب، على الرغم من إن الوداد المغربي صعد إلى المباراة النهائية. وقلت هنا لو الأمر ده كان موجود أثناء دور المجموعات ما كانش حد يقدر يتكلم، يعني لو الاتحاد الإفريقي وما زالت كل الفرق تتبارى من أجل الوصول للمباراة النهائية وقال إسناد المباراة للمغرب، إسناد المباراة في السنغال، في نيجيريا، في مصر، محدش يقدر يتكلم. سواء وصل بطل مصر هنا لو البطولة في مصر، بطل المغرب لو البطولة في المغرب، بطل الجزائر لو البطولة في الجزائر، طالما إن حضرتك عينت وحددت الملعب اللي هتقام عليه المباراة النهائية قبل معرفة طرف هذه المباراة وأثناء دور المجموعات، لا غبار في ذلك، وما كانش حد أبدا هيقدر يلوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. لكن التعنت بهذه الصورة بعد ما خلاص قبل 18 يوم من المباراة وحضرتك عارف أن طرف المباراة النهائية بصورة بنسبة 90% أو 99% الوداد والأهلي، وتسند المباراة للمغرب، ده الأمر اللي أثار اللغط الكبير. لكن أنا بقول لحضراتكم الأهلي في الظروف الصعبة والأهلي في مثل هذه الأمور يستطيع أن يتغلب على كل العقبات وعلى كل المشاكل، والأهلي دائما باستحضار صورة البطل وباستحضار روح الفانيلا الحمراء قادر بمشيئة الله على حمل هذه الكأس يوم 30 من الشهر الجاري والعودة بها إلى أحضان مصر محملا بهذه الكأس التي ستكون
غالية، وزي ما الأهلي عملها قبل كده مع الصفاقس، وزي ما صعد على حساب الرجاء في المباراة الماضية، إن شاء الله يحقق البطولة على حساب الوداد المغربي. الزمالك النهاردة افتتح بعض المنشآت الجديدة والنادي الزمالك الجديد، وده كان طبعا في شارع جامعة الدول العربية في المهندسين، وكان موجود السيد سامي الحلبي رئيس النادي المصري، السيد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، وأيضا كان موجود أيضا سيادة اللواء حلمي مشهور عضو الاتحاد المصري لكرة القدم. وبنشكر طبعا المستشار مرتضى منصور اللي سمى حديقة باسم الشهيد إسلام حلمي مشهور، زي ما سيادة اللواء موجود في الصورة جنب المستشار مرتضى، وطبعا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللي كان حريص دايما على افتتاح أي منشآت في أي نادي من الأندية تضاف إلى الأندية المصرية. فطبعا ده شيء يحسب لمجلس إدارة نادي الزمالك، مليون مبروك هذه الافتتاحات، ودايما نسعى إلى التطوير الدائم في كل منشآتنا الرياضية، لأنها طبعا بتضاف إلى البنية الرياضية التحتية أو البنية الرياضية التحتية المصرية، وبالتوفيق إن شاء الله خلال الفترات القادمة. النهاردة كابتن محمود أبو رجال مليون مبروك، كنا بنطمع أن يكون عندنا حكم واثنين وثلاثة في كأس العالم، على الأقل حكم ساحة، حكمين مساعدين أو حكم مساعد وحكم فار، لكن الحمد لله النهاردة كابتن محمود أبو رجال واحد من الأسماء المحترمة جدا جدا كحكم مساعد، تم اختياره رسميا للتواجد في كأس العالم قطر 2022 ممثلا للتحكيم المصري. كابتن برضو لسه عندنا كابتن عاشور ممكن يكون موجود كفار، ولكن ده يعني هيظهر خلال ساعات قادمة إن شاء الله، وبنتمنى إن شاء الله أن يكون أيضا الاختيار من نصيبه عشان يكون موجود بجانب أبو رجال لتمثيل التحكيم المصري. عندنا في الكونفدرالية الإفريقية في النهائي هيكون موجود عندنا طاقم الفار كله مصري، كابتن البنا وكابتن عاشور وكابتن أبو رجال، التلاتة هيكونوا موجودين في المغرب، هم موجودين بالفعل هناك من دلوقتي عشان هذه المباراة، وهيكون هم حكام الفار اللي موجودين في هذا اللقاء. الأهلي مباراته مع إسترن كامباني أو شرقية للدخان هتكون يوم 25، وما فيش تأجيل في المباريات، ولكن زي ما قلت لحضراتكم دي كان قرار رابطة الأندية، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي زي ما قلت لكم هيكون قادر على حسم هذه البطولة. الأهلي هيفقد خدمات ياسر إبراهيم وعمرو السولية أمام إمبي، وطبعا أنا حتى لو كان اللاعب جاهز بنسبة معينة، لا، أنا عندي مباراتين أو مباراة مهمة جدا في نهائي رابطة الأبطال، لازم زي حسن أنفعل اللي هو مش هيشرك الشناوي في المباراة القادمة لإحساسه بشد في العضلة الضمة بالأمس في المباراة اللي أقيمت بالأمس أمام البنك الأهلي، لكن يكون كل لاعبي النادي الأهلي أبطال النادي الأهلي جاهزين يوم 30 في مباراة الوداد، وده طبعا اللي يهمنا. الزمالك بيعرض على الإسماعيلي رؤى وجابر عشان يضم عبد الرحمن مجدي، وده خبر خاص بينا جدا جدا، إن الزمالك عرض محمد أشرف رؤى وإسلام جابر وأيمن حفني ثلاثي الفريق على الإسماعيلي مقابل ضم عبد الرحمن مجدي من النادي الإسماعيلي إلى نادي الزمالك. وعاوز أقول لحضراتكم حاجة، أنا أكثر الناس سعادة، أكثر الناس سعادة إن الإسماعيلي استفاق وبدأ يعود مرة أخرى لإسماعيلي الذي نعرفه، إسماعيلي الذي نعشقه، إسماعيلي الذي طالما أمتعنا داخل المستطيل الأخضر بأجيال متعاقبة، وسعادة الأكبر في وجود جهاز فني محترم من أبناء النادي الإسماعيلي بعد ما بذل كابتن حمد فرج كل كابتن حمد خلال الفترة الماضية كل ما لديه من قوة. دلوقتي موجود كابتن حمزة الجمل، كابتن أحمد إناو موجود، موجود كابتن حمزة طبعا، وموجود حسن عبد ربه، جهاز وحمص طبعا اللاعب الكبير، فجهاز إسماعيلاوي خالص، وإن شاء الله كل التوفيق لأبناء الإسماعيلي. موسيماني بيمنح الأهلي الضوء الأخضر لضم أحمد عاطف، ولا يمانع في إعارة حسام وكهربا، أنا بقول لكم أحمد عاطف على أعتاب النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. غدا إن شاء الله بطولة مستحدثة جديدة في كرة الصالات، مستحدثة الاتحاد المصري لكرة السلة، وبيشرف على كرة الصالات الحاج محمد أبو لافة، وأيضا الحاج عامر حسين لا يألو جهدا في إخراج هذه المسابقات بالصورة التي تليق. بطولة جديدة اسمها بطولة النخبة، عارفين إن الإعلاميين فاز بالدوري وفاز البنك الأهلي بالكاس، هيكون موجود الإعلاميين البنك الأهلي الإسماعيلي اللي كان طرف في المباراة النهائية، ونادي شعبي بيعمل كرة صالات جديد يعني اللي بينضم جديدا هو نادي الاتحاد السكندري، وده اللي نفسي يبقى موجود
في كرة الصالات، لأن ممتعة وبطولة العالم فيها بتكون ممتعة، يبقى عندنا زي نادي الإسماعيلي، نادي الاتحاد، نادي غزل المحلة، نادي المصري، بورسعيد، الأهلي، الزمالك، الأندية الشعبية الكبيرة تكون موجودة في كرة الصالات. فبكرة هتكون البطولة وهتختتم يوم السبت إن شاء الله. البنك الأهلي بيرفض التفريط في محمد هلال للنادي الأهلي، وده برضو بناء على تقرير الكابتن خالد جلال اللي متمسك باللاعب خلال الفترة القادمة، وبنتمنى لهم أيضا التوفيق. طيب، الأسبوع ده في الدوري العام الإسماعيلي كان فاز طبعا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء، المقاولين العرب تعادل مع إنبي بهدفين مقابل هدفين، بيراميدز يتعادل مع فاركو بدون أهداف، وغزل المحلة فاز على إسترن كامباني بهدف مقابل لا شيء، وسموحة فاز على المصري بورسعيدي هدفين مقابل هدف، والجونة خسر من مصر مقاصة 0-1، فيوتشر فاز على الاتحاد السكندري 4-3، والزمالك خسر من طلائع الجيش 0-1، وبالأمس عاد البنك الأهلي مع النادي الأهلي بدون أهداف. مباريات الأسبوع اللي جاي هتكون يوم مباراة الأسبوع العشرين هتكون يوم 21 مايو يوم السبت إن شاء الله، إسترن كامباني هيتقابل مع سموحة في الرابعة عصرا، طلائع الجيش مع المقاولين العرب، إم بي مع الأهلي، ودي من مؤجلات الأسبوع الخمستاشر. يوم الأحد الإسماعيلي هيتقابل مع البنك الأهلي في الرابعة عصرا، المصري البورسعيدي الساعة 6:30 مع فيوتشر، وسيراميكا كليوباترا هيكون مع مصر المقصة الساعة 6:30، والاتحاد السكندري الساعة 9 مع بيراميدز إن شاء الله. ويوم الاثنين 23 مايو فاركو مع الجونة هيكون الساعة 6:30، وإم بي مع غزل المحلة الساعة 6:30 أيضا يوم الثلاث. ويوم الأربع هيكون ماتش الأخير قبل سفر الأهلي إلى المغرب مع إسترن كامباني، ودي من مؤجلات الأسبوع الـ14 عشان الأهلي يكون خلص كل المؤجلات الخاصة به من الدور الأول. جدول الترتيب طبعا الزمالك من 19 مباراة عنده 41 نقطة، بيراميدز 39 نقطة من 18 مباراة، الأهلي من 15 مباراة 34 نقطة، ومش عارف الأهلي والزمالك بيشين على سطر ويسيبوا 3-4 سطور، أمر غريب جدا الموسم ده. سموحة بصراحة مع بعد احمد سامي طبعا كابتننا الكبير اللي انتقل لتدريب نادي سيراميكا كليوباترا، طبعا كابتن عبد الحميد باشوني، فوزين متتاليين خلى سموحه في المركز الرابع برصيد 33 نقطه، ثم فيوتشر من 18 مباراه 31 نقطه، فاركو ايضا 27، طلع الجيش مع كابتن طارق العاشر حدث ولا حرج ايضا 26 نقطه، ويعني مباراه اكثر من رائعه. البنك الاهلي ايضا مع الكابتن خالد جلال بيقدم كرة قدم ممتعة مع مدرب ممتع ومع جهاز فني ممتع يقوده كابتن خالد جلال 25 نقطة، ثم ام بي مع كابتن حلم طولان طبعا 24 نقطة، وكابتن حلم غني طبعا عن التعريف، غزل المحلة مع الكابتن مصطفى عبده اللي أيضا بيقدم نفسه بصورة أكثر من رائعة، تعادل في مباراة وفاز في مباراة منذ أن تولى تدريب غزل المحلة بالتوفيق، سيراميكا كليوباترا 21 نقطة، وكابتن أحمد سامي واحد من المدربين الكبار ان شاء الله يعني يصعد بسيراميكا الى مركز افضل، المصري بورسعيدي 20 نقطه، والمصري لازم يستفيق، ايه اللي حصل في المصري مش عارفين، لكن لابد ان تكون هناك استفاقه، كما لابد ان تكون هناك استفاقه ايضا من الاتحاد السكندري، المقاولين العرب 18 نقطه من 19 مباراه، الجونه 17 من 18، الاسماعيلي 18 مباراه 17 ايضا، مصر المقاصه من 19 مباراه 13 نقطه، إسترن كامباني 11 نقطه من 18 مباراه، والدوري العام مشتعل للغاية. النهاردة في دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة، المجد بيفوز على الرجاء بثمانية أهداف مقابل لا شيء، نتيجة ثقيلة جدا، لكن الرجاء يعني هبط للقسم الثالث بيلعب بالناشئين من بداية الدور الثاني، وطبعا لو الرجاء كان عنده باب القيد مفتوح السنة دي أنا بقول لكم كان صعد للدوري الممتاز، سعد ابو صندوق كان عامل فريق مع الكابتن كرم جابر يكسر الدنيا، لكن منع القيد من قبل الاتحاد الدولي بالنسبه لنادي الرجاء زي ما كان موجود في نادي الزمالك ايضا في الدوري الممتاز يعني ادى الى هبوط الفريق للاسف الشديد. المصري بالسلوم خساره مفاجاه امام صيد المحله النهارده 0-2، وتكنس كالعاده سبورتنج السكندري يعود ويحرز نقطه التعادل وهدف التعادل امام تكنس في اخر دقيقه من المباراه، بايونيرز يفوز على حرس الحدود اللي صعد رسميا للدوري الممتاز بهدفين مقابل لا شيء، ودي اول هزيمه للحرس، الزرقاء خسر من كفر الشيخ 0-1، الاولمبي يتعادل مع المنصوره بدون اهداف، وبلديه المحله يخسر من
أبو قير للأسمرة 0-1، والحمام ودمنهور هي المباراة اللي كانت الأهم انتهت 2-2، وللأسف الشديد إكلينيكيا دمنهور في طريقه إلى القسم الثالث. وببقى حزين جدا لما بلاقي الأندية الشعبية سواء الحمام دمنهور، يعني كل الأندية اللي لها جماهير، بحزن حزن جيد جدا لما بلاقيهم في القسم الثالث. لكن في حالة هبوط دمنهور قادرة إن شاء الله على العودة كما عاد طنطا في أول موسم بعد هبوطها، وكما عاد جمهورية شبين. دمنهور بجماهيرها العريضة، بمحافظتها الكبيرة، بإدارتها، إن شاء الله قادرة على العودة مرة أخرى إلى العودة إلى القسم الثاني مرة ثانية. معي عبر الهاتف ناقدنا الرياضي وصديقنا العزيز أستاذ محمد باهي للتعليق على هذه الأجواء في دوري القسم الثاني. كابتن باهي مساء الخير، منور الدنيا وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا دكتور إيهاب، وأهلا بيك ومنور الشاشة، ودايما منور ومتألق كده. أشكرك شكرا جزيلا. خلينا سريعا إلى مباريات القسم الثاني في المجموعة الثالثة، وبعد تعادل الحمام مع دمنهور اليوم، وكده يعني دمنهور عنده 28 نقطة والحمام 34، ومتبقي مبارتين اثنين فقط. وأعتقد أن دمنهور للأسف الشديد إكلينيكيا أصبح في القسم الثالث. في البداية دكتور عايز أقول لك إن النهاردة طبعا تم تسجيل 21 هدف في المجموعة ليصل إلى 488 هدف في هذه المجموعة، 144 فوز، 80 تعادل، منهم 46 إيجابي و34 سلبي في 224 مباراة. مباراة البلدية أبو قير اللي كسبها أبو قير 1-0 دي بتمثل، أصبح أبو قير بيمثل عقدة للبلدية في آخر 5 سنوات بهدف لشريف أشرف. الأنبي مع المنصورة 0-0، يمكن ده خامس تعادل على التوالي بين الأنبي والمنصورة في تاريخهم، آخر 5 مباريات بينهم بتنتهي بالتعادل. مباراة كفر الشيخ هدف لصلاح خطاب يزيد رصيده ل7 أهداف. مباراة دايميرز والحدود دايما الكابتن وليد عبد الرازق الذي أدار المباراة، وده 14 مباراة أدارها في القسم الثاني، سجل للدايميرز محمد جميل وحسين حمدي من ركلة الجزاء. دايما مباراة وليد عبد الرازق فيها ركلات جزاء، بمجرد ما ينطلق اسم وليد عبد الرازق في أي مباراة دائما فيها ركلة جزاء، وبتكون عادة سليمة، ودي أول هزيمة لحارة الحدود زي ما حضرتك أشرت. مباراة كيرنت وسبورتنج انتهت بالتعادل 1-1، أو تعادل دراماتيكي للمرة الثانية على التوالي بين لكيرنت. يمكن كيرنت حقق رقم قياسي في التعادلات، يمكن 8 تعادلات في الدور الثاني من جملة 14 تعادل المباراة أدارها وائل فرحان. ويمكن دكتور إن هدف محمد سليم بتاع سبورتنج في الدقيقة الخمسة المنتهية هو نفس الهدف اللي سجله المجد في ملعب ديكيرنس من نفس الجهة اليمنى لمرمى أو لمنطقة جزاء ديكيرنس، ونفس رفعة الفاول ونفس خطأ حارس المرمى مع الدفاع، ونفس زي المهاجم زي ما محمد عصام في المجد حطها، زي ما محمد سليم حطها، يمكن نفس كربوني، هدف كربوني بالضبط. المصري بيستلم النهاردة أول هزيمة ليه في الدور الثاني، بيخسر من سيد المحلة، وده أول فوز لسيد المحلة خارج ملعبه. ومباراة بقى الرجاء والمجد اللي انتهت 0-8، يمكن المجد في الدور الأول حقق فوز رباعي على الرجاء، وده كان أول هزيمة ثقيلة للرجاء في الدور الأول، كان 4-0. ثم توالت الهزائم لفريق الرجاء في الدور الثاني، لم يسجل أي هدف طوال الدور الثاني، وده طبعا زي ما حضرتك أشرت طبعا هم الله يكون في عونهم حكاية عدم القيد. يجي بقى للمباراة طبعا المنتظرة والمرتقبة بين الحمام ودمنهور، واللي أدارها نادي الأمر الدولة، واللي حقق رقم قياسي أكتر حكم السنة دي أدار مباريات في دوري معين، وبلغ 18 مباراة في دوري القسم الثاني نادي الأمر الدولة، كلها مباريات حاسمة. الدمنهور طبعا تعادل بيسجل له محمد كارم ومؤمن فكري المتخصص في ركلات الجزاء، وهنا ارتفع رصيد دمنهور ل 28 نقطه، وارتفع رصيد الحمام 34 نقطه. فباقي مباراتين للحمام، يعني المفروض لو دمنهور هيستنى يبقى الحمام يخسر مباراتين، ودمنهور يخسر يفوز باكثر من 5 أهداف في المباراتين، وبالتالي يبقى هو ويهبط الحمام، وده طبعا طبقا
شروط المسابقة وشروط المسابقة اللي بتقضي بفرق الأهداف. وهم طبعا متعادلين في الدور الأول 1-1 يمكن والدور الثاني 2-2 إذا هنا متعادلين في المواجهات المباشرة، فيتم اللجوء لفارق الأهداف اللي يسجل أكتر. طبعا النهاردة في فرق هدفين للحمام وفرق 4 أو 5 أهداف على دمنهور، خمس أهداف لأنه مسجل 29 وعليه 34. إذا هنا زي ما حضرتك أشرت إكلينيكيا دمنهور يعتبر يعني هابط، ولكن طبعا كرة القدم يعني لا تعرف المستحيل. وفريق البلدين يمكن هو هيكون قاسم مشترك بين الفرقتين، لأن طبعا يمكن دمنهور هيلعب البلدية والحمام هيلعب البلدية بعد ما هيواجه المجد في ملعب الحمام المباراة القادمة. والمباراة طبعا هتكون يعني صعبة طبعا على فريق الحمام، مش سهلة، وفي نفس الوقت مباريات دمنهور مش هتكون سهلة. ونتمنى طبعا للكرة اللي يمكن للأندية الشعبية بالذات مزيد من التوفيق والتقدم والازدهار إن شاء الله. إن شاء الله كالعادة دايما متعلق ناقدنا الرياضي الكبير أستاذ محمد باهي، وقراءة في المجموعة الثالثة بعد صعود حرس الحدود رسميا، ويعني هبوط الرجاء وصيد المحلة والزرقاء رسميا، وفي الطريق أيضا للأسف الشديد فريق نادي دمنهور، وكل أمنيات الطيبة بالعودة مجددا لهذه الأندية العريقة التي طالما يعني الرجاء تواجد في الدوري ممتاز لأكثر من مناسبة. صيد المحلة أيضا من الأندية، محمد الحليبي يفعل كل شيء من أجل إمتاع ناديه، وأيضا نادي الزرقاء مع الحاج سمير موسى. يعني أنا أيضا حزين لأن النادي ده أصبحت محافظة دمياط للأسف الشديد بلا ممثل في دوري القسم الثاني، يعني البحيرة بروكسي وإن كان نادي خاص هيتواجد باسم محافظة البحيرة، وإن كنت أرى أنه لا غنى عن دمنهور إن لم يكن في الدوري الممتاز يبقى في القسم الثاني. دمنهور مكانها الدوري الممتاز، لكن حزين أيضا في دمياط لعدم وجود ممثل لمحافظة أنجبت كابتن الفناجيلي، كابتن المرحوم أيضا كابتن سامر زاهر، عصام الحضري، بدران حرب سالم، عرب عاشور، وغيره من الأسماء الكبيرة جدا للأسف الشديد ليس لها ممثل في القسم الثاني. ولازم الناس الرياضيين في دمياط يبقى في وقفة عشان يكون في ممثل لدمياط في القسم الثاني خلال الفترة القادمة إن شاء الله. عندي نهائي لدوري مراكز شباب في محافظة الأليوبية، وعندي في إينا، وعندي في الأقصر عشان نكون متواجدين معاكم في كل مكان. ثم أستقبل ضيفي العزيز معالي المستشار الدكتور الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، ونبارك لكل أهلنا في أسوان من خلال ما تبقى من الحلقة، وكيف نرتقي بأسوان حتى لا يصعد ويهبط مرة أخرى. أشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه البطولة، إني حضرتك تعبنا، احنا مركز شباب المنطقة ما فيش ملعب عندنا خالص هنتدرب عليه، بنروح نتدرب يا اما في الحسنات يا اما عند هنا نادي الشعب الاقصر، يا اما هنروح شركة مصنع سكر ارمن، عندناش ملعب. والحمد لله احنا تحملنا التعب ده والعناء، وبفضل الله ربنا وفضلنا اول مره في تاريخ مركز شباب ارمن في الحيط يحصل على بطوله دوري مراكز الشباب النسخه التاسعه. كل لاعب كان معنا في مركز الشباب شاكرين، وبشكر الاستاذ احمد الفاضل على الجهود اللي عملها، وبشكر الجهاز تعب مجهود شهرين او ثلاث شهور بنتمرن كل يوم وبنتعب في التمرين، الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. حبيبي حلواني ده الحلواني ده التمرين الحمد لله ربنا ما يضيعش تعب حد، الحمد لله احنا احسن فرقه كنا فنيا وبدنيا ومعنويا، كنا جايين عاملين كنا واصلين في ربنا ان احنا نكسب الحمد لله، ربنا يخلينا نفوز الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين. النسخة التاسعة لا تقل نجاحا على المواسم السابقة باشتراك 22 فريق هذا الموسم،
والنهائي كان بين حجازه وسيد عبد الرحيم، والفرقتين دول اول مره يوصلوا النهائي، ونتمنى لهم التصعيد حتى مراحل متقدمه على مستوى الجمهوريه. النهارده كانت احتفاليه ومهرجان وكرنفال كبير في نهائي دوري مراكز الشباب على مستوى المحافظه بين مركز شباب سيد عبد الرحيم ومركز شباب حجازه، والحمد لله برضو ان المباراه انتهت على خير وتم فوز مركز شباب حجازه على مركز شباب سيد عبد الرحيم وحصل على المركز الاول. وكان برضو من ضمن الحاجات المتوقعه انه هناك برضو مركز شباب سيد عبد الرحيم ومركز حجازه انهم هم يوصلوا للنهائي الدوري في هذا الموسم. والله اولا بنشكر كل القائمين على التنظيم النهائي، حفل رائع ده، والحمد لله شعور ما يتوصفش، يعني لما تكسب مركز اول على محافظه قنا الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى ممثل كويس للمحافظه ان شاء الله في التصفيات النهائيه. طبعا الحمد لله، اول حاجه بشكر الجماهير اللي جاد وسندتنا يعني، وما حدش قصر يعني، ان شاء الله باذن الله كده حنكون ممثلين للمحافظه قوي ان شاء الله باذن الله، كده اول جمهوري باذن الله. والحمد لله ربنا كفانا على قد مجهودنا وقد تعبنا، وبحمد ربنا ده بردك وش المكسب ده لوش بنتي مكه مولود الجديد، اتولدت في شهر في يوم 6 وصعودي كان يوم 6، وخدت النهائي الحمد لله وبحمد ربنا، وكفايه ان انا شفت الناس الحلوه الناس الكويسه دي. كل شكر للقياده المصريه محمد فريس عبد الفتاح السيسي لاطراق مبادره حياه كريمه في كل قرى مصر، ومنها كان مركز شبيل اناطر بالالوبيه. تفضل الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه باطلاق النسخه 9 باسم حياه كريمه، وبالتالي وفقا لتوجيهات الوزاره قدرنا ان احنا نعمل الدوري نهائي دوري في احدى قرى حياه كريمه واللي هي عرب جهينه. طبعا مبادره حياه كريمه موجوده مش بس في محافظه الالوبيه وجميع محافظات مصر، حاجه فعلا تدعو للفخر والسعاده ان احنا نشوف في وسط المساكن ديت والقرى ديت مركز الشباب تكاد تكون صروح جديده، بنضخ دماء جديده في مركز الشباب عن طريق انشاءات وعن طريق الدعم وعن طريق انشطه متنوعه بننفذها في مركز الشباب. طبعا دوري مركز الشباب السنه اللي فاتت كان عندنا فرصه كويسه جدا ان احنا بعنا 108 لاعب منه، وده كان حاجه كويسه ان احنا بنفتح مجالات جديده للشباب ان هم نكتشف مواهبهم ونوجههم الاتجاه الصحيح عشان يكونوا نفع لنفسهم واماكن بتاعتهم ومحافظاتهم. النهارده احنا موجودين في الاليوبيه علشان نشهد نهائي دوري الاليوبيه في مراكز الشباب اللي هو بين فريقين الاصلاح الزراعي وفرقه مركز شباب كفر طحا، وعلى ارض مركز شباب عرب جينا اللي هو ضمن مبادره حياه كريمه. وطبعا حضرتك شايف الانجاز الكبير الموجود قدامنا من ملاعب لمباني مبنى اجتماعي، حاجه مشرفه بصراحه ان احنا نكون في مكان جميل زي ده وموجود في قريه. شكرا جزيلا لحضراتكم. الحمد لله، ألف مبروك لجمهور أسوان، الحمد لله، وهم حاجة بس نهدي الفوز ده إن شاء الله وصعود أسوان لحبيبي ذراع اليمين والله بخ الله يرحمه بخ، وأنا بطلب من مجلس الإدارة يعني يا ريت يعملوا حاجة للبخ، يعني حتى يعني لو في مثلا مكافآت يعني يطلعوا مبلغ بسيط حتى من كل لعيب أو من كل أي حاجة عشان بخ ده كان تاريخ. طبعا إحنا سعداء جدا إن منتخب أسوان أو نادي أسوان صعد ممتاز، ان شاء الله دايما يصعد انه بيمثل الصعيد، ودي حاجه نفتخر بيها كلنا ان شاء الله، دايما يبقى بيلعب في ممتاز دايما ان شاء الله يا رب. صعود الدوري الممتاز لفرقه اسوان، فرقه اسوان فرقه ممتازه جدا وبتكافح من بدري يعني في المستوى الدوري الممتاز،
ونتمنى لنجاح ان شاء الله للفرقه باذن الله. فرقه اسوان دي فرقه عريقه من بدري. تطلب من مجلس الاداره؟ اطلب من مجلس الاداره ان هو ان احنا ننمي البراعم الاجيال اللي هي صاعده، نهتم بالاجيال اللي صاعده البراعم، نعمل اكاديميه لنادي اسوان مخصصه نستضيف فيها البراعم الجديده، نعمل اكتشافات للمواهب الجديده. ونهنئ المستشار الشافعي الرجل المحترم في المكان المناسب، وان القياده اهو كده الشغل صح كده، الفريق ما شاء الله كل جمهور اسوان مبسوط، ونتمنى ان الصعود يبقى على قياده ممتازه، ما نهبطش كل شويه، ان جمهور اسوان يعشق الكوره ويعشق الفن وجمهور محترم. الف مبروك لنادي اسوان الصعود، وبنهني المستشار الشافعي على الانجاز اللي عمله، والكابتن بيب والمدرب واللعيبه كلها، وان شاء الله القادم احسن. الف مبروك صعود نادي اسوان، ونتمنى ان هي ما تنزلش وتكمل معانا في الدوري، واولادنا يبقوا ابطال الفرقه. بس الفرقه عايز تكون عندها حماس قوه، يعني يكون ايه، يكون العيال مننا شباب ابناء البلد، يكونوا يعني يخافوا على اسوان على الفريق. والله الف مبروك لنادي اسوان، ويا رب دايما، وان شاء الله احنا يا رب كده ان شاء الله يكرمهم كده ويدعموا بلعيبه بصفقات جديده وكده، وان شاء الله خير. يعني اقول لنادي اسوان الف مبروك الصعود للدوري الممتاز، وبتمنى من اداره نادي اسوان ان شاء الله ان هم يحاولوا بقى يدعموا الفرقه، بحيث احنا مش كل سنه بقى هنقعد نصعد مثلا، وبعد المجهود اللي بتعمله اللعيبه والاداره والكلام ده ناخد موسم ونيجوا نازلين تاني درجه تانيه، لا احنا عايزين نبقى مستمرين في الدوري. شكرا يا ممدوح، ممدوح رضوان واحمد جابر في هذا التقرير. حبيت ابدا بيه لان ده حقه، حبيت نكون موجودين في كل مناحي الحياه في اسوان. اللمسه الحضاريه، النيل الخالد كان موجود قدامنا، الشارع التجاري كان موجود، جبنا كل فئات المجتمع، الفرن كنا موجودين، تاجر الاقمشه كنا موجودين، تاجر الانتيكات كنا موجودين، في كل مكان كنا موجودين، البازارات كنا موجودين عشان الناس كلها تقول رأيها. تمام؟ جمهور أسوان، أهلنا في أسوان، اللي أنا دايما طول عمري بقول معشوقتي هي أسوان، النادي وأهلهم وناسهم الطيبين، من النوبة لغرب سهيل لأسوان لدراو لإدفو لكل محافظة أسوان. الناس دي اللي يعرفهم يعني يعرف الحياة، يعرف الحب، يعرف التسامح، يعرف القلوب البيضة، يعرف القلوب النقية. عشان كده كنت أكثر الناس سعادة بعودة أسوان مرة تانية إلى الدوري الممتاز، لأن وجود أسوان في الدوري الممتاز بكل بساطة لو إحنا نعنيها هي عودة الحياة إلى الشارع الأسواني. لما يبقى الأهلي موجود في أسوان بيلعب هناك، لما يبقى الزمالك موجود في أسوان، لما يبقى الاتحاد السكندري موجود في أسوان، المصري موجود في أسوان، فيوتشر موجود في أسوان، سيراميكا كليوباترا موجود في أسوان، المحلة موجود في أسوان، الناس كلها، الإسماعيلي. دي معناها ان لو كل فرقه راح لها عدد معين من الجماهير هيركبوا تاكسي، هيقعدوا في فندق، هيركبوا مركب في النيل او فلوكه في النيل، هياخد معاه هديه وهو مروح، يبقى هنعمل حاله رواق كامل لناسنا واهلنا في اسوان. اسمحوا لي قبل ما اسرسل في الكلام ان ارحب بواحد من الشخصيات المحببه لي على المستوى الشخصي، لأنه معروف بصدقه، معروف بأخلاقه العالية، معروف بأدبه، معروف بقيمته بين أهلنا في أسوان. هو رئيس مجلس الإدارة الذي تولى المسؤولية أيضا من رئيس مجلس إدارة يشار إليه بالبنان، المجلس القديم برئاسة سيادة اللواء الصديق الحبيب سيادة اللواء أحمد سليمان، واليوم يساهم وينجز المهمة المجلس الجديد برئاسة معالي المستشار الدكتور الشافعي صالح رئيس نادي أسوان وضيف النهاردة. الدنيا كلها منورة مع المشروع. ربنا يبارك في حضرتك، وأنا باسمي وباسم جمهور أسوان كله وباسم مجلس الإدارة وباسم كافة اللي موجودين في أسوان
واللي هم بيقدروا حضرتك تقدير ربما يعني لا يعلمه الا الله. من حتى قبل حضرتك ما اسوان تصعد لسبب واحد، لان احنا شفنا من حضرتك كل اهتمام في الدوري الممتاز به باسوان وبخلاف اسوان، فالشكر موصول لحضرتك ولكافة العاملين في برنامج حضرتك المحترم. اشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون عهدنا في صدى البلد يعني دايما معاكم في كل مكان، لان زي ما قلت فرحه كبيره مع المستشار الحمد لله عوده اسوان بعد موسم واحد، وده انجاز ما بعده انجاز. وبشكر طبعا كابتن احمد مصطفى بيبو وجهازه بالكامل وكل اللاعبين اللي رجعوا البسمه سريعا لاهلنا في اسوان مره ثانيه. باسم الحق، واذا كان الحق صفه من صفات الله فبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحق والحق اقول ان هذا الصعود لا ينسب الى مجلس الاداره الحالي منفردا، وانما كما تفضلت ينسب الى مجلس اداره كان يقوده رجل مخلص اخ كريم الا وهو سعاده اللواء احمد سليمان ومجلسه الموقر. هل تعلم ان اغلب مجلس الاداره كان يحضر المباريات، واحنا كنا بنبص ونشوفهم وكنا سعداء بيهم. كل المباريات لم تخلو من أحد من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق، وكنا حريصين أن يتم ذلك. عندما تم الحمد لله التوفيق والصعود كنا حريصين تماما أن يتواجد معنا الأخ الكبير والصديق سعادة اللواء أحمد سليمان والكابتن مجدي سبالك وكل من تيسر وجوده داخل النادي في يوم الاحتفال. نشكر من ساهم وكل من ساهم في هذا الصعود ولو بكلمة واحدة. الشكر موصول أيضا إلى الجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز الطبي والكابتن عبد الناصر عباس مدير الكرة يعني اللي كان له دور كبير معنا برضو الراجل لا يخش، كافة العاملين في النادي، لأن النهاردة كله بيساهم مع الفريق. الراجل اللي بيدي اللي بيشتغل في الحسابات بيساهم بجهد، الرجل اللي بتاع الملاعب بيساهم بجهد، اللاعب الرجل النهارده اللي بيهتم حتى في غرفه اللبس ومعاهم موجود على طول، وانا برضو بقدم لهم الشكر على كل ما شاهدته. مش عايز انسى حد يعني. وياتي الشكر ايضا او يجب علينا شكر اللاعبين الذين بذلوا جهد غير عادي. يمكن احنا جينا في الاسبوع العاشر معهم الحمد لله، ومن الاسبوع العاشر كان لعبنا 18 مباراة منهم 14 فوز وثلاثة تعادل وهزيمة واحدة. ده كان يمكن هذا الانجاز احنا بنعتبره انجاز تاريخي لعدة اسباب. اول هذه الاسباب ان هذا الانجاز تم على يد ابناء النادي. كل من كان بداية من بداية الموسم سعادة اللواء ومجلسه اختاروا مجلس قبل نهاية الموسم اللي كانوا فيه في الدوري الممتاز. كمل الكابتن بيبو وجهازه وابقوا عليه حضرتك بعد ما بدأوا الموسم الجديد في الدوري الممتاز به. واحنا الحمد لله يمكن اكملنا المسيرة، وكان اول خطوة واول كلام لنا مع الجهاز الفني ما تسمعوش كلام حد، كملوا واحنا معاكم واحنا وراكم كل ما هو مطلوب مننا الحمد لله. يمكن بالتنسيق معهم وبالتنسيق مع مجلس الإدارة المحترم الذي أفخر بأن أنا أكون رئيسه، مش عايز أسمي كلهم التسعة أفضل مني وكان لهم دور أكبر مني. بشكرهم جميعا على وقوفهم بجانب النادي وبجانب مجلس الإدارة وتوجيه مجلس الإدارة التوجيه الصحيح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يبقى لنا إذا كان هناك شكر أيضا يقدم إلى سعادة اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم الذي لم يبخل عنا بأي جهد. الشكر موصول أيضا إلى السادة نواب مجلس النواب ومجلس الشورى الذين كانت لهم وقفات فعلا في عز الأزمة وكنا متعرضين لأزمة وشرفونا في النادي ولبوا نداء مجلس الإدارة وذهبوا إلى السيد المحافظ في اليوم التالي مباشرة وشرحوا له ظروف النادي. وتالت يوم كان في 1.5 مليون يمكن ساعدتنا في فترة حرجة جدا، احنا ما أعلنا يعني كنا محتاجين هذا المبلغ. الشكر موصول أيضا إلى سعادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي الذي لم يبخل على نادي أسوان بشيء، وآخرها التصديق على المعسكر الموجود في النادي دلوقتي في المركز الأولمبي وسبقه معسكر آخر أيام ماتش مباراة البنك الأهلي برضو في الكاس. وتصديقه لنا على مساحة
935 متر في السور القبلي للنادي ده من قبلنا احنا يعني. وانا اتكلمت مع سعادته لما كان في اسوان على 500 متر في السور الشرقي. وتم تسليم الملف الخاص بها وان شاء الله باذن الله هيكون فيها موافقه قريبا. طيب حاولوا يا جماعه تجيبوا لنا مع الوزير ان شاء الله على التليفون، لكن هنا يعني ساتوقف قليلا. اتفضل. معالي المستشار الدكتور شفا صلاح رئيس نادي اسوان، حد يسالني عن سر النجاح اللي بقى في نادي اسوان، اقول لحضراتكم ببساطه انكار الذات. انا عمال ابص كده في الساعه، اكثر من 10 دقائق يتحدث المستشار الشافع صالح لم يذكر فيها شخصه ولا مجلسه سوى مره واحده في اخر الحديث بعد ما شكر الناس كلها، بدايه من مجلس سياده اللواء احمد سليمان اخونا العزيز وانا عارف مدى الصله والحب والعشق المتبادل، مرورا بعامل غرف الملابس بي بي بي، ولم يذكر شخصه ولا مجلسه سوى مره واحده في اخر الحديث. ان دل فانما يدل على انكار الذات، ان دل فانما يدل على ان النجاح لم ياتي وليد الصدفه، ولكن جاء نتيجه حب متبادل، جاء نتيجه عشق للكيان اللي هم بيخدموه واهلهم في اسوان، وبالتالي النتيجه الحتميه بين قوسين لابد ان تساوي النجاح. فانا بدور اللي لازم اشكر حضرتك واشكر مجلسك واشكر حضرتك على انكار الذات بقيمتك الكبيره، وانا عارف قيمتك القانونيه كنائب رئيس هيئه النيابه الاداريه ومستشار دكتور، ويعني قيمه كلها يشار اليها بالبنان، وفي صولات وجولات من يعني من زمان احنا معرفتنا بعضنا من بقالها سنين عديده مع مستشار. انا فخور، لكن كالعاده دائما تنكر ذاتك، وعشان كده النجاح بيبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، حالف حضرتك وحالف مجلسك. الحمد لله، يعني احنا دائما اللي عايز يشتغل يشتغل اكيد، واللي مش عايز يشتغل لا. احنا يمكن انا مؤمن بمقوله شفتها في اماكن كثيره، اذا اردت ان تعمل فابحث عن الاسباب، نعم، واذا اردت ان لا تعمل فابحث عن المبررات. كان هذا هو نبراس العمل. جميل. منذ بدايه مجلس الاداره انا يمكن الحمد لله كنت محظوظ في صعود اسوان اكثر من مره، نعم، 98 كنت عضو مجلس إدارة لما صعدت أسوان، 2004 لما صعدت أسوان، والحمد لله المرة الثالثة هذه المرة 2000 واللي احنا فيها دي 2022. كل ما نبغيه وكل ما نأمله أن تظل أسوان في الدور الممتاز، ألا تكون ضيف شرف ويعود في نهاية الموسم. وأنا قبل حضرتك، وعشان كده لازم نبحث في كل الاسباب دي. لكن قلنا العباره اذا كنت اذا اردت ان تعمل فابحث عن الاسباب، واذا اردت ان تعمل مبررات فابحث عن المبررات. انا خدتها من حضرتك وحفظتها مباشره، لان نعم. الحكم دي الواحد بيستنى. لكن انا عاوز اخد من تقرير الجماهير اللي كانت موجوده معانا باللغه البسيطه باللغه الدارجه، ب يعني ايمان وعشق ابناء الجنوب لبلدهم والناديهم. يعني عجبني عباره واحد جدا من اخواننا، ما قالش اللعيبه، طلعت منه قال لك العيال يكونوا العيال مننا، يعني قصده اللعيبه مننا اولاد المكان، قال لك العيال مننا بتلقائيه. واحد قال لك انا ببارك مع المستشار بس مش عاوزين زي ما نصعد نهبط. فده كله طبعا خوف على الكيان، نعم. يعني الوصول الى القمه سهل زي ما بيقولوا لك، الحفاظ على القمه فهو ايه قمه الصعوبه، نعم. فانا عاوز وصلنا الحمد لله، الحمد لله. واسوان كانت موجوده لمسلمين متتاليين، وبذل اللواء احمد سليمان ومجلسه كل ما لديه، وانا كنت شاهد، نعم. على الرجل يروح السلف من ده ويروح لده ومن بيته ومن هنا ومن هنا، مش عايزين ده يرجع تاني. كيف نحقق الاستقرار لفريق حقيقي وبينها مليون خط من لابناء الصعيد يمثلهم في الدوري الممتاز؟ اولا اذا نظرنا للحقيقه نجد ان احنا صرفنا هذا العام 30 مليون جنيه في الدوري الممتاز به، وده بالمستندات مش كلام انا يعني. الدوري الممتاز الف والدوري الممتاز الف يختلف، وكل الناس تعرف حاليا، كل اي حد هتساله في الشارع يعرف ان الكوره دلوقتي اصبحت صناعه. اكيد. ليست هوايه. زمان كان يبقى في لاعب هاوي ولاعب غير هاوي، لكن دلوقتي الكوره صناعه. المتوقع كمصروفات هذا العام لنادي اسوان لا تقل عن من 100 مليون الى 150 مليون. انا معاك مع حضرتك، انا لازم يبقى اسعى واشوف هوفر ده ازاي. انا مش جاي اشرب شاي ولا اشرب قهوه انا والمجلس ونروح، لا، مش هو ده دورنا.
احنا الناس بتشاركنا الفرحه والناس مشاركه الجميع وانبساطهم بفريق اسوان وكل الناس واولهم حضرتك وكل الناس المحترمه، ده بالق علينا عبء كبير جدا. كيف سنحقق ذلك؟ يمكن كانت لنا جلسه مع مجلس الاداره والحمد لله انا عودت نفسي سواء في المجلس ده ولا المجلس اللي قبل اللي فات لا انفرد بقرار ولا تدخل لي في النواحي الفنيه. احنا ندير ماشي كلنا كمجلس اداره، قرارنا في الاخر محسوب على مجلس الاداره ولمجلس الاداره. النهارده يمكن كان لنا اجتماع مع اخواتي الافاضل اعضاء مجلس الاداره كلهم وفيهم قامات من غير ما احدد وللناس عندهم فكر عالي جدا، واتكلمنا ان احنا ندور ازاي نوفر فلوس للنادي، فلقينا الفلوس اللي بتدخل لنا كلها سواء كانت بتدخل من اشتراكات بتدخل من حمام سباحه بتدخل من اكاديميات لا تفي بالبقاء في الدوري الممتاز. تقدر بكم الدخل الاجمالي فيه؟ يعني الدخل الاجمالي مثلا يوم ما هتزيد خالص مش هتزيد عن 6 مليون جنيه لو انت بتتكلم يعني. النهارده كان لنا تفكير خارج الصندوق زي ما بيتقال يقال، واتفقنا ان احنا لابد البحث عن مستثمر. المستثمر فيش حد بيدخل معاك كمستثمر عايز مصلحته وعايز فلوس وعايز يكسب. طب ايه اللي مطلوب مني انا كمجلس اداره؟ مطلوب مني ثلاث حاجات. الأولى المحافظة على هوية النادي تمام. وعلى المحافظة على لاعبي أسوان اللي هم بيلعبوا في النادي ماشي، المحافظة على اسم أسوان لا يمحى، المحافظة أن تكون المباريات تلعب التي تخص أسوان تلعب في نادي في ملعب استاد أسوان، لأن ده حق الجمعية العمومية علينا، حق الجمعية العمومية علينا وحق المشجعين اللي هم ما سابوناش، وأنا برضو يمكن نسيت بوجه لهم الشكر من خلال برنامج حضرتك. بنقول لهم ما تنزعجوش على اللي انتوا بتسمعوه، احنا حاطين مصلحة أسوان في المقام الأول ومصلحة جمهور أسوان معانا مقدمة على أي مصلحة، لكن خلونا كلنا نتفق أن احنا ندور على مستثمر عشان تشوفوا أسوان في الدوري الممتاز مد أعوام كثيرة وليس هذا العام فقط. يعني الاتجاه الآن إلى وجود مستثمر لحمل نادي أو فريق كرة القدم. نعم تمام، هذا يتطلب مننا احنا كمجلس إدارة أن احنا يعني النهاردة أنت مش هتبقى عايز اختصاصاتك كلها كاملة كمجلس إدارة وفي نفس الوقت عايز مستثمر يدفع لك فلوس عشان يكسب، ما هو لا لازم هيبقى فيه بعض التنازلات، لكن هذه التنازلات احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده انا عندي ثوابت. المحافظة على هوية النادي تمام. اسم النادي لا يتغير، المحافظة ان يكون هناك مباريات لنادي اسوان تلعب داخل مدينة اسوان، المحافظة على ابناء النادي سواء اللي من اسوان ولا من غير اسوان اللي هم نصعدونا وكان ليهم برضو، يعني ما يجيش مستثمر ياخد النادي ويلعب بيه في القاهرة ويبقى اسمه بس كده اسوان وخلاص. ده حاجة تاني كمان يعني عشان حتى لو في حد من الاخوة المستثمرين بيسمعنا دلوقتي في برنامجك المحترم بقول انا عندي دول كلهم، وعندي تاني حاجة تانية مهمة جدا جدا، إذا كان المبلغ اللي احنا هنتفق عليه أيا كان هذا المبلغ لابد أن يكون هناك اعتماد مستندي موجود من أحد البنوك لدى النادي، لأنه في حالة الإخلال بالالتزام من قبل المستثمر يستطيع النادي أن يفي أن يصرف على الفريق حتى نهاية السنة. جميل الفكرة، يبقى دي دعوة طبعا للمهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي، عندك سلعة أكثر من رائعة ومش هتلاقي مكان تستثمر فيه او تستثمر فيه افضل من اسوان. انت عندك السياحه، عندك النيل، عندك المعابد، عندك الجمهور العاشق لكره القدم. ناس دي لما يروح لها الاهلي والزمالك والاسماعيلي وزي ما قلت لك الانديه الكبيره هيبقى عيد، الناس دي هتقدر تستثمر من خلال الدعايه والاعلان اللي موجود على التيشيرت الخاص بالفريق وداخل الملاعب، هتقدر تستثمر من خلال العائد المخصص من تذاكر المباراة اللي هيزداد الموسم القادم مع رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب. عندك مميزات كتيرة جدا في لاعبين تقدر اللي هم مناجم ذهب تقدر اللي انت تستغلها. فدي دعوة لكل المهتمين بالاستثمار الرياضي، نادي أسوان يفتح لكم ذراعي تفضلوا، فلابد أن نقف بجوار هذا النادي وانتم هتستفيدوا ونادي أسوان وشعب أسوان هيستفيد، وده اللي احنا بنطلبه إن شاء الله. الحاجة التانية ان ايضا الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه وممثله ايضا
في الاتحاد المصري لكرة القدم. ورابطة الأندية لابد أن يكون لهم دور في الحفاظ على نادي أسوان وعلى بقاء نادي أسوان كممثل حقيقي، وبقولها مليون مرة حقيقي، لجنوب مصر، لأن خلال الفترات الماضية من التجاهل، لكن مع وجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصعيد وجنوب مصر عاد يعني يشرق من جديد في كافة المجالات صحيا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا ورياضيا. وأنا بقول الرياضة كنز حقيقي للاستثمار وللحفاظ على الشباب وهوية الشباب في هذه المحافظات المحببة لنا جميعا، وده أقل شيء يكون. ربنا طيب يبارك في حضرتك يا رب. معانا أنت اللي هتكتشف لي الأصوات. حاضر. ماليش أنا دعوة. مساء الخير، مساء الفل، الدنيا كلها منورة بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا دكتور إيهاب. مساء الفل يا أبو الكباتن، إزاي حضرتك؟ مساء الخير سيادة المستشار. مساء النور، الله يبارك فيك. سيادة المستشار مش عارف الصوت، أنا ماليش دعوة، أنا ما بوقعش ما بينكم. لا تفضل. ها؟ تفضل يا كابتن. سيادة المستشار. أهلا أهلا. ألف مبروك للصعود. الله يبارك فيك، الله يخليك. الزملاء في الإعداد اللي بتجيبوا لي الأصوات، لغاية دلوقتي ما عرفكش وفي حق عرب. لا ما هو كتر خير سيادة المستشار، يعني الفتاهات الموجودين في الفرقة والإمكانيات المادية المطلوبة كتر خيره، يعني مش يعني كتر خيره. هو لسه مشكر فيكم بالاسم منذ قليل، بدأ بسيادة اللواء أحمد سليمان وبدأ بضيفنا على الهاتف الكابتن مجدي سبالك طبعا نائب الرئيس السابق، ويعني سيادة المستشار كان لسه بيشكر فيك على الهواء. لا هو منذ هو قليل راجل محترم، راجل محترم، راجل محترم جدا يعني. وان شاء الله اتمنى احنا كمجلس دار احنا ابناء اسوان، هو دايما سيادة المستشار بيقولها، احنا واحده واحده كلنا خدمه ابناء النادي، اساسا احنا ابناء النادي، ف ايا كان احنا في ظهره يعني سيادة المستشار ومجلس دار احنا في ظهره جدا جدا، سيادة اللي هو احمد سليمان وانا والزملاء كلهم احنا في ظهره وقلبنا معاه جدا جدا، ويعني اي طلب يطلبه مننا احنا تحت امره، لان يعني انجاز كبير يحسب لاسوان يعني، فنتمنى التوفيق ان شاء الله. وبنشكر سيادتك يا دكتور ايهاب على وقفتك دائما مع ابناء الصعيد وخاصه نادي اسوان، نتمنى الفتره الجايه برضك تكون لسان في اتحاد الكوره وخلال البرنامج المساندة الكبيرة للنادي، لأن النادي طبعا احنا جربنا، انا كنت موجود في المجلس السابق يعني موجودين، ولعبنا موسمين في الدوري الممتاز، العملية بقت صعبة جدا جدا، الأندية الشعبية بتعاني وتئن من الإمكانيات وللأسف يعني بيبقى في دعم من السيد المحافظ من الوزير، بس لا يضاهي انا مثلا لما جيت اتعرضت انا البنك الأهلي وسيراميكا صرفت 300 مليون جنيه وانا مطلوب مني ان اقع في الدوري الممتاز ب 30 مليون او 40 مليون، بتبقى العمليه صعبه جدا جدا. تاج الشركه الراعيه برضو موضوع تاني جدا كبير جدا، بيديك 8 مليون 9 مليون وانت كنادي شعبي محتاج كد كده مرتين ثلاثه، يعني بيساوي بينك وبين الانديه اللي معاها شركات وعندها امكانيات. هو كابتن مجدي زي ما قال معالي المستشار، الاتجاه الى الاستثمار افضل شيء عشان تقدر تحافظ على الفريق في الدوري الممتاز، وده فكر انا حيت عليه المستشار سيادة المستشار الشافعي بيه منذ قليل، لان لازم اتجه للاستثمار، مهما جبت من هنا ومن هنا مش هتتجاوز 20 30 مليون جنيه لو جالك، وده مستحيل، لكن يجي حد يشيل مع الحفاظ على هويه النادي مع اللعب في اسوان، ده هيكون نجاح ما بعده نجاح للمجلس الحالي بكل تاكيد. نتمنى ان شاء الله، ان لازم يبقى فكره افكار خارج الصندوق، لكن اتمنى من رجال الاعمال برضو يعني الامور كل بيخاف يدخل فلوس والمصاريف يعني مثلا عشان اجيب انا مستثمر ويرعى الفريق ايه هيشتغل هيديني كام يعني وعايز كام عدد ابناء المحافظه. خليك معايا يا كابتن مجدي، عدد ابناء المحافظه قد ايه يا فندم؟ محافظه اسوان عدد بصوا 2 مليون مثلا، يعني ممكن يعملوا لهم 2 مليون 2 مليون يعني، انا اسف في اللفظ، انا اسف، احنا شفنا المستريح عمل ايه في يومين ثلاثه، ما هيطلعوا فلوس للمستريح بس مش هيطلعوا فلوس لنادي اسوان يعني المستريح للاسف الشديد ده لو كل واحد
يعني عشان انا الخمسة جنيه اللي انا هتبرع بها للنادي لا يا دكتور هترجع لي والله هترجع لي مضاعفه هترجع مضاعفه الثقافه دي مش لا يا دكتور ده احنا يا باشا ما حدش يعني اقصوا السياحه الامور يا دوبك بتتوقف ومهما هيدينا اي متبرع بيديك 100,000 جنيه 200,000 جنيه 300,000 جنيه 400,000 جنيه ما بتعملكش حاجه فطبعا الامور صعبه وبعد كده انت القوانين يعني ملزمه يعني مقيده سيد المحافظ في فرض تبرعات للنادي لا هو مستثمر ده طريقنا واحنا يعني في ظهر المجلس وفي ظهركم جميعا مع المستشار ان شاء الله لحين وجود مستثمر حقيقي يقدر يشيل النادي خلال الفتره القادمه حبيت ابارك لك واحد من المجلس اللي سلم الرايه طبعا للمجلس الحالي برئاسه المستشار الدكتور شفعي صالح طبعا وبنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله شكرا كابتن مجدي سبالك نائب رئيس مجلس اداره نادي اسوان السابق شكرا جزيلا نشوف الفرحه كده في تقرير ما بعد المباراه السابقه وارجع اكمل مع مستشار الدكتور شفعي صالح رئيس نادي اسوان الحمد لله على كل حاجه كله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى الناس وقفت ورانا الحمد لله الجماهير زي ما شايف فرحتهم دي عندنا بالدنيا معايا لعيبه رجاله اقل ما تلاقيها في اي تجمع لعيبه اخلاق لعيبه فنيات لعيبه خبرات انا بهديهم الفوز ده طبعا هم يستاهلوا اول مره في تاريخ النادي الحمد لله النادي بعد ما يهبط يصعد السنه اللي بعدها على طول والحمد لله صعد بابناء النادي بشكر جدا 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 الجهاز اللي معايا كابتن مارادونا وكابتن احمد كمال كابتن حماد السيد وكابتن عصام وكل الجهاز عشان ما انساش حد وقفوا في اصعب اللحظات كنت الاقيهم في ظهري على طول الحمد لله ساندونا وليهم نصيب كبير في الصعود ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني الواحد لو فضل يحمد ربنا من هنا لبكره مش هيكفي حمد ربنا ربنا كرمنا السنه الحمد لله كل الجهود الناس كلها اللعيبه والجهاز ومجلس الاداره القديم ومجلس الاداره الجديد والجمهور كل مجهودهم بصعود مستحق الحمد لله بفضل الله من اول اسبوع والحمد لله الفرقه كانت مبشره عملنا فرقه محترمه اساسي احتياطي مفيش فرق مدير فني عالمي احمد بيبو وانا بقول الاسم ده افتكروا الاسم ده احمد بيبو هيبقى مدير فني كبير جدا الناس وقفت جنبه ناس وفرت له الدعم الف الف مبروك لجمهور اسوان كله ولاعيبه رجاله ومجلس اداره محترم وجهاز طبعا فني بقياده الكابتن بيبو تعب طول السنه في تجهيز الفرقه الناس اللي نزلت والناس اللي جابوها والتدعيمات اللي جابوها والحمد لله الف الف مبروك لنادي اسوان وشعب اسوان كله الف الف مبروك لشعب اسوان والصعيد كله تمثيل نادي اسوان في الدوري الممتاز ممثل الصعيد الأزرق تماسيح النيل الله أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين اللي ربنا نصرنا نصرة كبيرة ومفرح الناس كلها بإذن الله وباقيين إن شاء الله في الممتاز ده وعد إن شاء الله باقيين في الممتاز النهاردة الحمد لله صعدنا رسم دوري ممتاز وطبعا ده حلمنا من أول يوم جينا اتمرنا فيه هنا وتعليمات الكابتن بيبو النهاردة إن إحنا ملناش دعوة بأي نتائج عايزين 4 بونت من 5 ماتشات الحمد لله ربنا كرمنا والنتائج خدمتنا والحمد لله ده توفيق ربنا الحمد لله يعني الحمد لله ألف مبروك لجماهير نادي أسوان أولا هي اللي وقفت معانا الفترة اللي فاتت دي من دوري ممتاز وقبل كده قبل الصعود الحمد لله ربنا كرمنا بالصعود مرة تانية وإن شاء الله ما تكون آخر مرة إن شاء الله نكون مستمرين في الدوري الممتاز مبارك لشعب أسوان كله والحمد لله وأسوان بإذن الله مكمل في الدوري الممتاز ومفيش نزول تاني بإذن الله وألف مبروك لجمهور أسوان الحمد لله والله مبارك لجمهور أسوان الأول وللإدارة واللعيبة الرجالة كابتن الفرقة وبنبارك للجهاز الفني وإن شاء الله أسوان دائما في بإذن الله في الممتاز
فعلا تعبنا الفتره اللي فاتت واللعيبه دي كانت قد المسؤوليه، فالحمد لله ان احنا النهارده بنحتفل بالدوري الممتاز ده، ان احنا رجعنا الفرقه تاني لمكانها الطبيعي، فده ده فخر. وكانت تجربه صعبه، بشكر كل الناس اللي ساعدتني، كل الناس اللي ساعدتني، لان في ناس كتير جدا ساعدتني وكل الناس وقفت معايا، اللعبة القدامى كابتن محمد حليم كان له دور كبير جدا، الكابتن سامي مصان، كل الناس مش عايز انسى حد. الحمد لله طبعا الف مبروك لنادي حرس الحدود، الف مبروك لمجلس الاداره، الف مبروك للجهاز الفني واللعيبه. كانت سنه صعبه جدا تعبنا فيها كتير، الحمد لله ربنا كلل مجهودنا دوت بالصعود الحمد لله، ورجعنا حرس الحدود لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز. طبعا الحمد لله رب العالمين، انا سعيد جدا جدا جدا، مش عارف يعني من الفرحه الواحد مش عارف يقول ايه. ده انجاز بالنسبه لي بالذات السنه دي، كنت محتاج ان انا اصعد، السنه اللي فاتت تعبت وصعدت والدنيا اتغيرت معايا، فالحمد لله ربنا رضاني السنه دي برده تاني على السنه على التوالي. احنا كان من اول يوم من اول قعده كلامنا كلنا مع كلاعيبه كبيره مع اللعيبه الصغيره، حتى كلام الجهاز ما فيش قدامنا غير ان احنا مش لازم نتحط في الموقف بتاع السنه اللي فاتت، نحسم من بدري بدري الصعود. الحمد لله رب العالمين يعني ساهمنا ان النادي الحرس يرجع مكانه الطبيعي، مكانه الطبيعي اللي هو مش بس صعود الدوري الممتاز، ولكن مكانه الطبيعي هو المنافسه زي ما كان في الاول. يعني في شويه ضربات حصلت في وسط الموسم، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نلم بعضنا تاني ولاعيبه رجاله، والحمد لله انا بشكر ربنا الحمد لله. طبعا بنبارك كده اكتمل العقد، يعني أسوان في المجموعة الأولى، الداخلية في المجموعة الثانية، وآخر المتأهلين نادي حرس الحدود النادي العريق أيضا. وكل التهنئة لسيادة اللواء أركان حرب عبد القادر يماني قائد قوات حرس الحدود ورئيس مجلس إدارة نادي حرس الحدود، بنتمنى التوفيق لهذه الأندية العريقة في الدوري العام بمشيئة الله. طيب أرجع أكمل بس آخد أسوان، طبعا تأسس النادي عام 1930، شارك 11 موسم قبل كده في الدوري الممتاز، أول ظهور كان موسم 90-91، آخر ظهور كان 20-21، أفضل ترتيب بالدوري الممتاز المركز التاسع موسم 96-97، أفضل إنجاز وصيف كأس مصر في 90-91، كان أيامها علي يحيى ده حارس مرمى، كان ركلات الجزاء يعني كان معروف. أرقام أسوان في الممتاز، لعب 334 مباراة في مدار تاريخه، فاز في 70، تعادل في 91، تهزم في 173، الهداف التاريخي لأسوان في الدوري الممتاز محمد عبد الرحمن حنكش 17 هدف، أبرز المدربين كابتن طه بصري، كابتن مشير عثمان، كابتن محمد عامر، كابتن ماهر همام، كابتن نبيل محمود، كابتن مجدي عبد العاطي، وكابتن عماد النحاس، وحاليا كابتن أحمد مصطفى بيبو. طبعا أبرز نجوم أسوان كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي، كابتن أحمد حسن طبعا نجمنا العميد، كابتن عماد النحاس طبعا الاسم الكبير والمدير الفني الكبير، كابتن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك طبعا ومنتخبنا، كابتن مجدي السبالك طبعا واحد من النجوم الكبار، كابتن عبد الناصر عباس مدير الكرة الحالي، طبعا حسم مجموعة صعيد الموسم الحالي قبل 4 جولات، صعد الممتاز مع مدير الفني الكوف الكابتن أحمد مصطفى بيب. أسوان لعب السنة دي، فاز على سوهاج 2-1، فاز على المنيا 2-0، فاز على البداري 4-1، فاز على تلفونات بني سويف 1-0، فاز على إنا 1-0، فاز على المدينة المنورة 1-0، فاز على مركز شباب طمية 1-0، تعادل مع بني سويف 2-2، تعادل مع بترول أسود بدون أهداف، فاز على ملاوي 4-1، تعادل مع ديروت 1-1، فاز على الفيوم 2-1، فاز على الألومنيوم 3-1، فاز على كيما أسوان 1-0، فاز على خسر من الإعلاميين 1-0، وتعادل مع سوهاج بدون أهداف، فاز أيضا على المنيا في الدور الثاني 2-1، فاز على البداري أيضا 2-0 في الدور الثاني، فاز على تلفونات بني سويف 2-0، فاز على إنا 4-2، فاز على المدينة المنورة 2-0، فاز على مركز شباب طامية 2-0، فاز في الدور الثاني على بني سويف 4-1، وفاز على بترول أسوط 2-1، وتعادل مع ملاوي 2-2، وفاز على ديروت 1-0، وفاز على الفيوم 3-1. متبقي أسوان الألومنيوم في أسوان، وحيلعب كيما أسوان أيضا، ثم بعد ذلك آخر مباراة أمام الإعلاميين. وأيضا السنة دي عاوز أقول لحضراتكم أن كيما أسوان والألومنيوم وبترول أسوط عملوا نتائج كويسة جدا، وكان منافسين حتى الرمق الأخير، يعني أسوان 65 نقطة والألومنيوم 49، نفس رصيد كيما أسوان وبترول أسوط 46
والمنيا 44 نقطة ومباريات أكثر من رائعة. طبعا ده كان مشوار أسوان، وقدامنا استاد أكثر من رائع يا سيادة النشار في الصورة، من الاستادات أيضا المحببة، وده اللي أنا بتمناه بقى، يعني يكون في مساعدة من المعالي الوزير، مساعدة من شركة استادات طبعا، ومهندس سيف الوزير طبعا من الناس المحترمة جدا جدا جدا. فيعني أرجوكم نظرة لأهلنا في الجنوب، ونكونوا كده معاهم، يعني إيدينا في إيدين بعض عشان نرسم البسمة والبهجة على قلوب أهلنا وأهالينا في أسوان. ده مطلوب جدا مع المشروع. بالنسبة للإستاد، يعني أنا بشكر القائمين على الإستاد، وأولهم الأستاذ أحمد طارق اللي هو مدير الإستاد التابع لشركة استادات. لكن لي طلب بسيط وأنا تقدمت به لمعالي الوزير أشرف بصبحي، ألا وهو أنا أعفى من رسوم التدريب ومن رسوم المباريات على الإستاد. النهاردة أنا بدفع فلوس كتير جدا، يعني المبالغ محدودة للتدريب ومبالغ كبيرة جدا للمباريات. ولو تصادف مع ماتش هيبقى بالليل هيبقى رسوم كبيرة جدا عشان الأضواء. فالنهاردة أنا الفريق الوحيد اللي موجود بلعب على الملعب ده، مفيش حد غيري، وهو النهاردة كلنا في النهاية بنخدم الكرة المصرية وبنخدم المنتخب الوطني وبنخدم اللعبة كلها اللي هي كرة القدم. أتمنى من كافة المسؤولين من خلال برنامج حضرتك وشركة السيدات، ده شركة وطنية، شركة وطنية، يعني مش عايز أقول لك حبها للبلد وعشان بشكر للبلد. بشكر يعني السيد رئيس مجلس إدارة أو المدير التنفيذي للشركة الأستاذ سيف وزيري اللي هو وقف معنا كثيرا، شخصية محترمة جدا. أنا الراجل يعني لم ألتقيه حتى وفكري وأدب واحترام، لم ألتقيه حتى الآن، لكن كل اللي كان بينه وبينه تليفونات، وكان بينه وبينه على الواتس. والراجل يمكن في حاجة أقولها وأشكره عليها، أن احنا الفترة الأخيرة كانت لنا مبلغ متبقي لدى الشركة من الموسم اللي قبل اللي فات. كل ما شرحنا له ظروف النادي الراجل لم يتأخر ولم يتوقف وانا لحظة في أن هو يدينا، أيوة هو حقنا ما قلناش حاجة، لكن المساعدة في أن يصل الحق بالسرعة اللي احنا خدناها ده قمة الحركة، فده قمة الحركة من عنده وقمة الوفاء. فأنا بشكره باسمي وباسم مجلس الإدارة وباسم شعب أسوان جميعا. وبنقول إن شاء الله، أنا لما تكلمنا مع معالي الوزير الرجل قدمت له الطلب، فقال لي أنا هحيله للشركة استادات عشان أشوف لكم تخفيض. فاحنا عايزين معالي الاستاذ سيف زاهر ان يكون اكثر، سيف الوزير، سيف الوزيري ان يكون اكثر منا حرصا على نادي اسوان، واحنا ده متوقعينه منه. هقول لك مفاجاه، احنا نعم. يعني كان في اجتماع بيجمعنا معاه طبعا برزنتيشن والسيف الوزيري الاسبوع الماضي في اتحاد الكوره. نعم. الراجل والله قال انا الانديه الشعبيه والانديه زي اسوان هنكونوا معهم قلبا وقلبا. أنا قالك ده اتجاهنا، يعني احنا عارفين اسعاد الناس في الشارع واسعاد الجماهير الكبيرة ديت ده حق عليه. اولا انا اللي اعرفه عن اخونا الفاضل استاذ سيف وزيري انه رجل وطني جدا، واحنا اللي بنعمله ده انا وهو وكل اللي بيساهم في الرياضة للوطن. النهاردة يا باشا بعد اذن سعادتك، النهاردة بناء بطل رياضي اصعب من بناء عمارة. صح. لان انت لو هو طلع من عندك من النادي هيلاقي 20 واحد مستنينه عشان يفسدوه، مش اكتر من كده. صح. لكن خلينا كلنا المنظومة حضرتك وكل الموجودين على رأس حضرتك في اتحاد الكورة وكل سيد المحافظ ومعالي الوزير والاستاذ سيف وكل العاملين في الحق، ان احنا نجتمع على اساس نسهل للأندية الشعبية. النهاردة الأندية الشعبية، انا اسوان بالنسبة لي عندي مشكلة تاني هعرضها على حضرتك برضو كده كمختص في اتحاد الكورة وكمسؤول. النهاردة الدوري هيبقى 18 مباراة. انتوا عندكم رئيس اتحاد الكرة من عندكم، عايزين اكتر من كده بقى يا شباب. برضه هو انا استاذ جمال علام بنفسه رئيس الاتحاد وحاج محمد ابو الوفا من تواجد. انا من خلال برنامج حضرتك بتقدم بالشكر لمجلس الاداره كاملا، مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، عشان ما ننساش حد. طبعا الاستاذ جمال علام ده اخونا الكبير واللي بنعتز بيه وبنفخر بيه. الاستاذ محمد ابو الوفا ده اخونا من زمان الراجل، يعني ولنا صولات وجولات معاه. الناس كلهم بنشكرهم، وحضرتك وكل الكباتن الكبار اللي في المجلس، سواء الكابتن حازم او الكابتن بركات او كل عاشقين لاسوان، الحاج عامر كل بصراحه، والحاج عامر للامانه، والسيد المدير التنفيذي للاتحاد الاستاذ وليد العطار، ما فيش طلب مره طلبناه منه وتاخر معانا، وكل الناس عشان ما ننساش حد. احنا بنقول من خلال برنامج حضرتك لكل القائمين على اللعبه، النهارده الدوري الممتاز هيبقى فيه 18 فريق. نعم. اسوان هتطلع
17 مرة. هم هيجوا مرة واحدة وهم هيجوني مرة واحدة. انا عايز تكافؤ الفرص. نعم. النهاردة ازاي انا هطلع 17 مرة ويبقى انا هطلعهم ازاي؟ دول مش ما يتحملهمش النادي. ايا كان مجلس الاداره يتحمل ايه النهارده، انا اتحمل زي اي مجلس اداره مره اللي انا هسافرها. لكن ال17 كلامي موجه الى كل العاملين في المنظومه، ان ال17 مباراه، اولا المباراه الواحده بتكلفني 250,000 جنيه. نعم. ما بين تذاكر سفر ذهاب وعوده، ما بين اقامات، ده انا مش اكتر مش اقل من كده. هجيب من فين 250,000 جنيه؟ وازاي حتى لو ما عنديش؟ وبعد كده عايزين نقول ان هناك تكافؤ فرص برضو. ملحوظه تاني سعادتك، ان شاء الله الاتحاد يراعيها في اللي جاي، ما ينفعش اسوان يلعب اول الاسبوع، يلعب في نص الاسبوع، يلعب في اخر الاسبوع. لانه حتى لو عنده الامكانيات عشان يجي فبرضه مش هيلحق يلعب، لان المره اللي فاتت كان في شكوى في الدوري الممتاز اللي قبل الدوري ده، بقى مخصص الرابطه دلوقتي. ومعانا نائب احمد دياب، واحد من الناس المرتبه جدا جدا جدا، مع كابتن عماد متعب ومع الحاج عامر حسين. بنشكرهم طبعا جميعا، بنشكرهم جميعا على الجهد المبذول منهم في الدوري الممتاز السنه اللي فاتت، السنه دي كمان، وكل اللي عاملينه واصل لكل الناس. فبنشكرهم وبرضه بنقول لهم راعوا الظروف اسوان، راعوا ظروف أسوان، راعوا ظروف أسوان. أنا حاجي مرة أنا هلعب مباراة واحدة تخصني، وفي 17 مباراة هطلعهم برا، فكلنا نراعي الظروف. وإذا كانت هناك ظروف تراعى فيجب علينا برضو أن احنا نهمس في إذن حضرتك بصفتك أحد المسؤولين في اتحاد الكورة. النهاردة اتحاد الكورة جاب لي كشف حساب بيقول لي فيه 2 مليون جنيه و800,000 مطلوبة من أسوان. أنا مراجعة السيد الأستاذ أمين الصندوق والسيد الأستاذ محاسبين كبار، هم كل الأستاذ أبو الحسن مدير بنك العرب الأفريقي، والأستاذ حمادة صالح مدير البنك الأهلي السابق. راجعنا المدونية لقينا فيها، وأنا حسيب لحضرتك الورقة دي، لقينا فيها حضرتك مبلغ 1,000,000 جنيه الأول و402,000 دي دفعات احنا سددناها لاتحاد الكورة. جايب لحضرتك البيان التاريخ اللي حوز المبلغ عندنا. بعد كده في مديونيات مطلوب الغائها، ما تبقاش عليا انا. المساحات اللي اتعملت، المساحات الطبيه، ليه انا اتحملها كندا اسوان؟ دي عامله عندي برضو مبلغ 1,000,000 جنيه، 142,000. عندي مبلغ اللي هو بتاع البث الفضائي 1,350,000، هتحملها لي انا؟ تتخدم ما لو في فلوس مطلوبه يشوفوا الشركه بتاعه الفصل اللي هي نسبه ال 15% بتاعه من اللي انت بتاخده من الشركه الراعيه. طب انا حضرتك باخد من الشركه الراعيه ليه؟ اللي انا باخده من الشركه الراعيه ويشاركني في الاتحاد، هي كانت حاجات. لا انا هقول لحضرتك اللي يشاركني في الاتحاد بعد. انا هقول لحضرتك المبلغ الباقي، اخر نقطه في دي وهرجع لحضرتك. بدلات الحكام 400,000. بدلات الحكام انا هدفع ليه بدلات حكام حضرتك؟ وانا حتى الحكام ما كانوش ينتقلوا لاسوان. كل مبارياتي كنت بلعبها في القاهره في الدوري الممتاز اللي قبل اللي فات، كانوا بيلعبوها في القاهره. فالمبالغ دي كلها رسوم توثيق عقود اللاعبين 674,227، انا مسددها. طيب. الاقيها في كشف الحساب تاني ليه؟ وانا حسيب لحضرتك. لا انا طبعا كل الحاجات دي في المجالس السابقه يعني عليها زي ما حضرتك، لكن انا هقول لحضرتك حاجه. نعم. الحسابات موجوده، وعمر ما هيجي مليم هيبقى على نادي، واذا كان لك حق هتاخده، واذا كان عليك حق. زي ما احنا بنقول احنا جايين نفتح يعني اذرعنا لكل الانديه للمساعده، مش اللي احنا جايين كجبايه، لا احنا زي ما بقول لحضرتك احنا بنسدد فواتير سابقه على المجلس الحالي، لكن مع الانديه قلبا وقالبا. وانت طبعا حضرتك بتيجي بتنور الدنيا، ونقعد والحاجات دي كلها يعني كما يترى لحضرتك ان شاء الله. ده عهدنا بسعادتك ان شاء الله باذن الله. والشكر يعني والاستاذ جمال انت عارف يعني عمره شكر يعني مقدما لجمال بيعلى بيبقى يوم عيد يوم وجودكم عندنا وانت عارف ومجلسه الموقر في ان احنا نيجي ونسوي ان شاء الله في اي علينا وقت ندفع، واللي مش علينا ما بيبقاش علينا باذن الله. طيب انا معايا على التليفون صديق واخ عزيز، ودايما بقولها واحاولها مرارا وتكرارا، اثنين من الزملاء الاعلاميين موجودين في أسوان، زميلي وصديقي العزيز عمرو يحيى وزميلي وصديقي العزيز خالد عبد الوهاب. الاثنين دول لو متواجدين في القاهرة لكان لهم وضع مختلف تماما، وكانوا من أفضل من يتصدر المشهد الإعلامي الرياضي. اثنين على مستوى تقديم البرامج حدث ولا حرج،
على مستوى التعليق على المباريات من أروع وأنبل الأصوات اللي أنت تسمع لها وتبقى قاعد كده مستمتع بيها وهي بتعلق على مباراة كرة القدم. يا يعني أنا فاكر زمان كابتن شوبير كان نفسه عمرو يحيى يبقى موجود في القاهرة ويا ما تحايل عليه وعلى خالد عبد الوهاب عشان نكسب اتنين جداد، لكن تعلقهم وبختهم أنا بحسيتهم والله على يعني على الراحة اللي هم موجودين فيها، على الرغم من إن احنا كان نفسنا يكونوا موجودين معانا عشان نستمتع ويستمتع كل عشاق الإعلام الرياضي بوجودهم في التعليق على المباريات أو في تقديم البرامج الرياضية. الزميل الإعلامي القدير الإعلامي عمرو يحيى طبعا ابن الصعيد وابن الأقصر وأسوان، منور الدنيا ومليون مبروك يا عمرو طبعا صعود نادي أسوان إلى الدوري الممتاز. شكرا لك دكتور إيهاب صديقي العزيز، تحياتي لحضرتك وتحياتي مع الوزير سيادة المستشار الدكتور شغال صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الأخ الأكبر والأخ الفاضل بنعتز بيه، ومليون مبروك سيادة المستشار ومنور الدنيا ومشرف دايما نادي أسوان، وشاكرين حضرتك شاكرين على هذه الحلقة دكتور إيهاب، وكل الشكر لفريق عمل ملعب البلد أقل شيء يقدم لأسوان. عمرو ممكن أطلب طلب خارج الصندوق؟ والله يا خطر في بالي دلوقتي والله وأنا على الهواء معاك. ممكن تفضل يا دكتور، ممكن في دقيقة أو في دقيقة ونص يعني بتوصف لي صعود أسوان للدوري الممتاز كأنك بتعلق على آخر مباراة، ممكن استمتع أنا ومع الوزير بعد إذنك؟ هي جت بقى كده وأنا عارف أنت مش هتحرمنا. يعني خليني أقول لك بس في البداية أن أنا انتمائي لنادي أسوان أو اقترابي من نادي أسوان أو فرصة العمل أن أنا أكون في زمرة الكبار الذي انتموا لهذا الكيان، لك أن تتخيله دكتور إيهاب أن دي المرة الثالثة أكون يعني أقف على مرمى البصر من المشاركة في نجاح أسوان في الصعود للدوري الممتاز. خليني أقول لك أن طيب الذكر الراحل الدكتور حسن عبد القادر رحمة الله رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الأسبق عندما منح لي الفرصة أنا أكون عضوا في لجنة الكرة داخل النادي، وطبعا أخونا الفاضل سيادة اللواء أحمد سليمان لما جينا واشتغلنا سنة الصعود في 2015 لأسوان، وتكرر ذلك مع كابتن مجد عبد العاطي بعدها كمان في 2019، ثم جاء الدور في شراكة نجاح ما بين مجلسين كما يعني ذكر سيادة المستشار. كما تعلم أمامك إنكار للذات، أمامك وحدة الصف، أمامك منظومة العمل، فأنا سعيد أن أنا أشارك مع نادي أسوان وأكون قريب من دولاب العمل في قطاع كرة القدم في نادي أسوان ثلاث مرات مشاركة في صعود للدوري الممتاز. بعتبر أن دي جاءت تعويضا لي عن أحلام كثيرة وطموحات كثيرة أنت كنت قريب مني فيها دكتور إيهاب، ويعني نحن كلنا نساهم ونساعد في منظومة كرة القدم لارتباط هذا الاسم الكبير نادي أسوان زي ما أنت ذكرت تأسيسه دكتور إيهاب من 1930، يعني احنا داخلين في العقد بتاع المئوية نادي أسوان. فتخيل ان كل ده وانت بتنتمي وبترتبط بهذا المكان وبفرحة الناس وبسعادة الناس وبجماهيرية نادي أسوان والأمال والطموحات والهموم اللي بيكلمك فيها يعني السيد المستشار الدكتور شفيع صالح الآن، خلت الواحد دايما شغوف بإني قيمة أسوان في كرة القدم. وتحضرني جملة لسيادة المستشار قالها إن فريق كرة القدم في نادي أسوان في الدوري الممتاز خير دعاية لمحافظة زي أسوان. إن وجودنا في الدوري الممتاز ممكن يبقى قيمة مضافة كبيرة، وممكن يبقى انعكاس لمفردات كتيرة جدا زي ما حضراتكم كنتوا بتتكلموا، أبرزها الاستاد اللي حضراتكم بتتكلم عنه دكتور إيهاب. الاستاد ده لو ما لعبتش عليه أسوان مش عايز أقول لك مين هيلعب عليه. لو الاستاد ده ما تمش استخدامه في الدوري الممتاز، وعشان كده بأكد على دعوتي يعني للسيد سيف الوزيري ولكل القائمين على منظومة سواء بريزنتيشن أو سواء شركة استادات، أني أسوان في كرة القدم في صعيد مصر مش عايز أقول زي الإسماعيلي في إسماعيلية، زي المصري في بورسعيد، زي الاتحاد في اسكندرية. فتخيل أن احنا نطلب مثلا تخفيض علشان تمرين، نطلب تخفيض علشان مباراة، أعتقد عايزين نتجاوز هذه المرحلة دكتور إيهاب. وبعتبر أن الحلقة بتاعتك النهاردة دي هتبقى مفترق طرق لواقع جديد لكرة القدم لأسوان في المستقبل القريب إن شاء الله بإذن الله. أنا إن شاء الله صوتنا يوصل وصوتك وصوت معالي الوزير طبعا المستشار دكتور شفا صالح للدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة صديقنا عزيز مهندس سيف الوزيري طبعا مدير طبعا برزنتيشن واستادات، وإن شاء الله دولت ناس وطنيين وأنا عارف حسهم الوطني في الموضوع ده، لكن مش عايز تهرب مني. وأنا برضو سبحان الله شيء بشيء يذكر، أنا نفسي أيضا الشاشات الناقلة لمباراة أسوان في الدوري الممتاز، المباريات اللي موجودة في أسوان
ليه ما استدعيش عمرو يحيى استدعي خالد عبد الوهاب للتعليق عليها من هنا؟ ده اللي انا عايزه، عاوز ابناء الجنوب، عاوز، انا عاوز الفرحه بدل ما بقى اسمعهم دايما من خلال الراديو، لا انا عاوز الشاشات. ده اتنين من افضل الناس اللي بعلقوا على المباراه ومشهود لهم من الجميع، فانا ده برضه امنيه صديق استاذ ايمن سالم في قناه اون للنقل للمباريات عمرو يحيى وخالد عبد الوهاب في مباريات اسوان اللي بتقام في استاد اسوان، يكونوا هم اللي موجودين للتعليق. احنا زي ما دايما بنقول في شكل دعوتك دكتور ايهاب، لكن يعني احتراما لقيمه هذه الحلقه بانها الاسم نادي اسوان ولقيمه نادي اسوان، نعم. وتعلمنا من كل رموز نادي اسوان بان الكيان باقي، وان احنا خلي بالك، نعم. العمل في الاداره الرياضيه برضه دكتور ايهاب، وانت جربت هذا الشغف كمان، نعم. العمل في الاداره الرياضيه بيخليك تكتشف اشياء كثيره جدا، سواء في هذه الكيانات الرياضيه والدور الوطني اللي هي بتلعبه، وشوف قيمه نادي اسوان في صعيد مصر وقيمه نادي اسوان جوه اسوان. فانا بعتبر يعني بشكر كل المسؤولين في نادي اسوان اللي منحوا لي الفرصه ان انا اكون قريب معاهم واكون شريك نجاح، طيب. معاهم خلال الفترات اللي فاتت. اختم لنا بفرحه اسوان بالصعود للدوري الممتاز وانت بتعلق عليها بعد اذنك، ده لازم. يعني لو تخيلنا مثلا ان احنا في المباراه اللي صعد فيها اسوان قدام ديروت، وفي وسط الملعب محمد رزق بيحط كره ناحيه اليمين على طول في اتجاه مصطفى طياره، بيعمل عرضيه على راس جده 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 جده، هدف اسوان، هدف الصعود لاسوان، اسوان يعود من جديد، اسوان يظهر للمره ال 12 في الدوري الممتاز، اسوان والصعود السابع، هنيئا لكل من شارك في هذا الصعود، هنيئا لجماهير اسوان من ابو سمبل الى السباعيه، الكل اليوم في فرحه، ولما لا؟ الفرحه هنا ذات طعم، ذات شان، ذات لون مختلف، افرح يا اسواني، اسوان يعود من جديد الى الدوري الممتاز، هنا اسوان، هنا البلوز الازرق في معقل الصعيد، مبروك مبروك مبروك. وانا بشكرك شكرا جزيلا، واحد من الاعلاميين الرياضيين البارزين في صعيد مصر. الزميل وصديق العزيز عمرو يحيى، اشكرك شكرا جزيلا. وانا بشكره برضه يعني لان انا جهدت فيه مجروح الراجل نظرا للعلاقه الطيبه اللي بينه وبينه مش من دلوقتي، من زمان، من وقت ما جينا اسوان، وانا شايف فيه نموذج جداً. نموذج فعلا للرياضي اللي بيحب بلده. ومش عايز احكي لحضرتك على تفاصيل كثيره كان هو البطل فيها، هو ولجنه الكوره معانا مع مجلس الاداره، واحنا يمكن كان لهم دور معانا في كل اللي تم من خلال ما جينا بشهر 12 لحد وكانت لهم آراء صائبة، وأنا لا أخجل أن أقول أنها كانت لهم آراء صائبة وصلتنا للي احنا فيه دلوقتي. فأنا باسم حضرتك أنا بشكرهم جميعا. طيب أخد بس جهزوا الكابتن أحمد مصطفى بيب، وطبعا بعد تقرير المجموعة الثالثة المباراة اللي أقيمت عصر اليوم، المجد فاز على رجاء 8-0، المصري بالسلوم خسر من صيد المحله 1-2، ديكيرني استعادل مع سبورتنج سكندري 1-1، بايونيرز فاز على الحرس الحدودي 2-0، الزرقاء تعادل مع كفر الشيخ 1-1. مين 2-1 يا جماعه؟ مين تاني بعد اذنكم؟ ما انا قلنا المصري بالسلوم 1 وصيد المحله 2، ده انا قلت كده؟ انا قلت انا فكرت حاجه غلط. طيب الاولمبي والمنصوره تعادل بدون اهداف، بلديه المحله خسر من ابو قير للاسمره 0-1، الحمام تعادل مع دمنهور 2-2، حرس سعد طبعا رسميا وهيكون في حلقه مع الحرس ان شاء الله هنسجلها، والاولمبي ثانيا 51، طبعا هبط الرجاء صيد المحله الزرقاء، وللاسف دمنهور في طريقه ايضا الى الهبوط. اشوف تقرير وارجع اكمل مع المستشار الدكتور شفا صالح رئيس نادي الاصول. بعتذر لجمهور دمنهور لان هو فعلا اشرف واغلى جمهور ساند البلد في كل ظروفها، كونه ساندها في الظروف الصعبه قوي ديت، ده دليل على ان هو جمهور واعي وجمهور محب لدمنهور. وكنت اتمنى ان الاولاد دول يحققوا له امنيه الاستمرار في الدوري الممتاز به ان شاء الله. احنا بنحمد ربنا على النقطه دي، لكن احنا كنا طموحين ان احنا نخلص المواجهه مع نادي دمنهور بالفوز، وكنا بنلعب على الثلاث نقاط النهارده، لكن قدر الله ما شاء فعل، هم جالهم ضرب الجزاء يمكن في الوقت الضايع، في الدقيقه 2 من الوقت الضايع، لكن الحمد لله بنحمد ربنا برده ان البونت احنا ما زال الفرق 6 نقاط، وهم فاضل لهم مباراتين واحنا فاضل لنا مباراتين. اول الموسم لما شفنا اللعيبه دي في ماتش الاولمبي الودي اللي اتغلبنا فيه 3،
وقلنا يا جماعه اللعيبه دي مش هتنفع تلعب ممتاز به. صمم الكابتن ياسر عبد الواحد بمجلس الاداره اللي مشى اللي هو استمر على اللعيبه دي. طبعا خلصنا، جاء المجلس الجديد تحت قياده الاستاذ المحترم اللي انا من عزه الاستاذ وليد بديوي، جابوا سبع صفقات. سبع صفقات دول ما فيهمش الا واحد بيلعب النهارده في الملعب، هو اللي دايس في الملعب. قولوا لي يا جماعه مين يتحاسب النهارده على الكلام ده؟ مين يا دكتور يتحاسب على الكلام ده؟ كده حرام. المجلس الاداري الحالي ما جاش ورا دمنهور وراهم في بلديه المحله، ما حدش راح وراهم في اي حته، ودي صفقات جايه مخلصه. حرام. كان اللي يلبس التيشيرت بتاع دمنهور، دمنهور كانت تقيله، كنا ناخده مركز ثاني، كنا نزعله على دمنهور لما تاخد مركز ثاني. حرام كده. الجميع يتحمل المسؤوليه، سواء مجلس قديم او مدرب سابق او مدرب جديد، الكل بتحمل المسؤوليه. مش دي مكان دمنهور ابدا. اي فرقه بتتمنى بس تيجي تتعادل مع دمنهور تبقى طالعه فرحانه، لكن لا لا، ده بلا روح بلا. اشتغلنا والحمد لله رب العالمين، وحلفنا الحظ في وقت من الاوقات، وكان عندنا شويه اخفاقات طبعا جماهير المنصوره ما بتقبلش بيها، عايزين الفرقه بتنافس على طول. انما الوضع الحالي لازم اكون واضح وصريح ان بقاء نادي المنصوره في القسم الثاني يعني ده كان هو الهدف السنه دي مع مجلس الاداره، وصريح وانا بعلنها وبقولها ومجلس الاداره معايا كده، ان احنا قعدنا ورسمنا خريطه الطريق، قلنا ان المنصوره هتقعد في اخر 3 4 اسابيع. فاضل ماتشين ان شاء الله نقديهم على خير باذن الله، واحتمال ان شاء الله الفترة اللي جاية ممكن نشوف لعيبة صغيرة موجودة، وبإذن الله خير. يعني بالسلوم في المنافسة هذا الموسم، ويعني واحدة على طول ما فيش تسلل، عدى من حارس المرمى كرة خطيرة جدا، والهدف الأول 1-0 على طول عن طريق الدسوقي. استلام حلو من رامي، ضغط من الحسيني، وأيضا كرة خطيرة جدا، والهدف الثاني السقة محمد السقة، ضربة الركنية اتلعبت عالية فوق، أشرف أنور، وأشرف أنور قلب الدفاع، جابر وواليد، جابر على طريق بنزيما ولكن تألق. الحمد لله النهارده الجيم أنا لعبت بتكتيك معين، قفل منطقة الملعب نص الملعب، وبعدين بنشتغل على الهجمة المرتدة، والحمد لله الأولاد أدوها كويس قوي. الشوط الأول طلعنا 2-0، الشوط الثاني زي ما حضرتك شفت يعني غلطة بسيطة بقى 2-1. اشتغلنا على الهجمة المرتدة في الشوط الثاني إلى حد ما الناس نفذهم أو اللعيبة نفذت اللي أنا طلبته منهم بالظبط في محاضرة وبين الشوطين. أنا بهني مجلس إدارة نادي الصيد، بقول إن الفرقة دي اتظلمت في الظروف اللي كانت محيطة بها. مرتدة سريعة، سعد الجميل، جميل، أحمد عمر، غلط عمر ومحمد جميل، ولا هدف الأول. ركلة الجزاء حسين، والهدف الثاني. الحمد لله نحمد ونشكر ربنا على الثلاثة بونت دول النهاردة، وصلونا للنقطة 38، الحمد لله موجودين في القسم الثاني الموسم الجديد بإذن الله. كنا جايين في وقت صعب جدا، يعني كانت الفرقة زي ما بقولوا قاب قوسين أو أدنى بين الهبوط، فالحمد لله قدرنا احنا نشتغل الفترة اللي فاتت، وكان من فضل ربنا علينا طبعا فترة التوقف بتاع شهر رمضان دي قدرنا فعلا نشتغل فيها بشكل كويس، وقفنا على رجلينا بشكل بدني فني وتكتيكيا. الحمد لله اللعيبة حافظت سيستمنا واللي احنا عايزينه. بشكر لعيبتي طبعا على الأداء، مش الماتش ده بس، خلال الفترات اللي فاتت، لان بصراحه فعلا الناس دي تعبت معايا. بنفكر ان احنا نفنش الدوري في مركز كويس، وان شاء الله عندنا لسه 6 بونت نقدر نجيبهم ان شاء الله، ونصعد مركز احسن يليق باسم النادي ان شاء الله. ايه الكره كده، ساعات بتبقى انت مش كويس وتكسب، وساعات تبقى كويس جدا زي النهارده، واللعيبه بتحاول على قد ما تقدر، وفي الاخر هو صراع على مراكز. لسه فاضل لها ماتشين، كنا عايزين نبقى مثلا خلص تاني تالت، لسه ما اعرفش النتائج ايه، وربنا يسهل. احنا قدرنا ان احنا نادي كبير والاخر ثانيه، بس احنا فعلا مش موفقين ماتش ده، وفي ماتشات كتير مش موفقين فيها، وبرده عشان برده باشواز عامل التوفيق، بس احنا في ماتشات كنا سايقين فيها. بقى لنا 6 مباريات بنأدي بشكل كويس جدا وما بنكسبش. اتمنى ان انا دي تكون بدايه ان نفنش بشكل كويس مركز ثالث مركز ثاني، زي ما هيكون النتائج. انا ما اعرفش النتائج النهارده ايه. معايا مجموعه لعيبه محترمه جدا، نادي محترم جدا. كان لولا سوء التوفيق شويه في بعض من الاوقات كان في ابو هير كان ممكن يكمل مرحله متقدمه من المسابقه، لكن بقول الحمد لله. فوز مهم جدا يدي ثقه للعيبه. يمكن انا قبل المباراه اتكلمت معاهم، العب كوره ما تشدش نفسك،
احنا كده كده بعيد عن المنافسه وبعيد عن الهبوط، مش عايزك تتكهرب، مش عايزك تقلق، مش عايزك تخاف من اي حاجه، انت لعيب كوره فالعب ومتع نفسك. الحمد لله ما خسرناش من ديكيرنس على مدار العامين، احنا كسبناهم السنه اللي فاتت هنا في الملعب، وعندنا في الملعب تعادلنا ماتشين، والدور الاول تعادلنا ماتش وده الماتش الثاني تعادل. انا مؤمن بموضوع حظوظ الفرق على بعض، احنا يمكن محظوظين عليهم. المهم في الموضوع احنا رجعنا في الدقيقه 45 وده مهم جدا بالنسبه لنا، احنا لعبنا باصرار وعملنا تبديلات لكن توفيق ربنا كان حليف لينا وضيعنا اكتر من فرصه حاولنا وما يأسناش. كنا نستحق الفوز ولكن طبعا احنا اهدرنا فرص كتير، وهي الكره كده هتضيع هيجي فيه جوان، لكن الحمد لله احنا لازلنا في المركز الثالث والدنيا بشكل كويس. نتمنى ان لعبتها تتعلم لان دي مش اول مره، مرة واثنين وثلاثة بنتعادل في آخر ثواني أو يتعادلوا معانا في آخر ثواني، مش الفرقة دي بس، أكتر من فرقة صحيح هي دي الكورة، ولكن أنا بتمنى أن اللعيبة عندنا تتعلم من الأخطاء اللي دايما بنقع فيها. احنا بنتعب وتعبنا، وكابتن فاروق لعب معانا من أول كابتن فاروق لكل الناس اللي معانا في الجهاز، بشكر كل الناس وبشكر كل اللعيبة، لعيبة رجالة وتعبنا الفترة اللي فاتت دي بالأخص، كنا في ضغط كبير، والحمد لله إن احنا قدرنا نطلع من الضغط ده. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وطبعا ده تقرير المجموعة الثالثة. كلمتين اتنين عاوز اقولهم. جماهير دمنهور كان الله في عونها، كان الله في عونها. فريق بيمثل محافظة كبيرة جدا حيث عدد السكان، فريق جماهيره بتتنفس كورة لان ده واحد من الأندية الشعبية الكبيرة، فالجماهير غصب عنها. لكن برضو انا عاوز اقول حاجتين اتنين. كابتن ياسر عبد الواحد لما تولى قيادة الامور الفنية في نادي دمنهور مع بداية الموسم، الراجل كان مع المنصورة حقق نتائج كبيرة جدا، ومع دمنهور أيضا، ومفيش مدير فني عاوز يفشل. كابتن ياسر كان شايف إن دولت أفضل لاعبين ممكن يحققوا اللي هو عايزه، وبالتالي كان أستاذ إيهاب عبد الله رئيس مجلس إدارة النادي السابق برضو معاه، عشان أنا كنت عارف لو هم عاوزين يعملوا حاجة كويسة لدمنهور. لكن في أحيانا اللاعب بيوفق وأحيانا بيغيب عنه التوفيق، زي ما المدير الفني أحيانا يوفق وأحيانا لا يوفق. سلم الراية، إنسان محترم أستاذ وليد بديوي ومجلسه الموقر، والناس أنا عارف ودايما على اتصالات معايا مدى حبهم وعشقهم للنادي، زي مجلس الإدارة اللي فات أستاذ حكيم وأستاذ إيهاب عبد الله وكل المجلس، وحاليا والبديوي وصلاح عقدة وكل الأصدقاء الموجودين في مجلس بلا استثناء، ومحسن وكلهم ناس عاوزين يعملوا حاجة. ودايما النهارده وليد بديوي بيكلمني وهو بيبكي مش عاوز نادي، وان شاء الله باذن الله طنطا نزلت من الدوري الممتاز للقسم الثاني للقسم الثالث، حدش كان يتخيلها ابدا، ومعاه مجلس يعني انتوا عارفين الاستاذ فايز عريبي وحكمته في الاداره، لكن استطاعت في سنه واحده اللي هي ترجع مره ثانيه للقسم الثاني في سنه واحده. جمهوريه شبين نزلت من القسم الثاني للقسم الثالث، ولكن مع مجلس الاستاذ النائب احمد الخشن رجعت، ومع كابتن عصام شعبان زي مع عبد اللطيف الدوماني في طنطا، رجعوا في ظرف سنه واحده. ده اللي انا عايزه من دمنهور، اذا ما تاكد هبطها سنه واحده يكون دمنهور موجود مره ثانيه في القسم الثاني، وبعدها يكون في الدوري الممتاز، لان مكان دمنهور الدوري الممتاز ان لم يكن القسم الثاني على الاقل. فانا عاذر جماهير دمنهور العاشقه لناديها ومجالس الادارات، احنا معاكم لغايه ما يرجع دمنهور ان شاء الله لمكانه الطبيعي. طبعا مليون سلامه كابتن ايمن المزاي المدير الفني
من نادي ابو قيره، وكان النهارده يعني في كسر في دراعه، وان شاء الله باذن الله واحد من المدربين الكبار، وانتظروا ابو قيره الموسم القادم ان شاء الله. ارجع مره ثانيه لمعالي المستشار الدكتور شفا صالح في حلقتنا النهارده عن اسوان. مع بدايه الموسم كيما اسوان ولغايه اخر السنه، حتى يقول لك اللي هيصعد هيبقى واحد من اسوان، كيما او اسوان، والالمونيوم رجع في الاهلي. المنافسه كانت صعبه من بدايه الموسم، لكن كان عندكم اصرار، عندكم عزيمه لاستكمال المشوار حتى النهايه. انا من خلال برنامجك بوجه شكري وتقديري الى السيد رئيس مجلس اداره شركه كيما. والى الاخ العزيز المهندس عصام. الناس النهارده اذا كان هناك تنافس بيننا وبينهم فالتنافس شريف. حرصنا على العلاقه الطيبه بين الناديين لاننا كلنا ابناء اسوان. اذا كان التوفيق كان سيحالف كيما كنا سنكون اول المهنئين، وهذا هو ما بدر منهم حاليا. النهارده يمكن من اول الناس اللي هنيت نادي اسوان مجلس اداره نادي كيما اسوان. انا من خلال برنامجك بتوجه لهم الشكر كلهم. واحنا النهارده اذا كنا في كانت النقاط فعلا قريبه، لكن كنا على يقين ان شاء الله ان الصعود سيكون حليف نادي اسوان، مش لحاجه لانهم مش اقل مننا ولا حاجه، ده هم بالعكس امكانياتهم الماديه كانت افضل مننا، بس احنا كان عندنا لعيبه رجاله وعندهم روح وعندهم مدير فني وجهاز اداري وجهاز كنا المدير الفني يا جماعه كابتن احمد يعني وصلونا للي احنا فيه. انا كرئيس مجلس اداره ما لم يكن لدي شك في يوم من الايام ان مش هنصعد يعني. ده بكرم ربنا طبعا وبتوفيقه يعني ان شاء الله باذن الله. وبرضو يعني مش هتكون الحاله اللي احنا هنيجي ان شاء الله نحتفل في اسوان مع اهلنا في الشارع في السوق في كل مكان، ونعمل حلقه زي ما انا فاكر الحلقه اللي عملناها في اسوان كان صعود. قبل كده والله في السعود الماضي. بارك الله فيك. ويعني كان رحمه يعني. الله عليه كمان الحاج عبد الواحد مرداشي في غرب سهيل. وكان المهندس هشام عادل، وكان المجموعه كلها بصراحه يعني كانت الناس المحترمه في اهلنا في اسوان، يعني زي ما حضرتك عارف يعني لهم كل التقدير وكل الاحترام بكل تاكيد. طيب برضو هاخد بس سريعا المجموعه الثانيه اللي صعد منها نادي الداخليه رسميا الى الدوري الممتاز مره اخرى. مليون مبروك طبعا سياده اللواء عثمان دسوقي، مبروك كابتن سيد عيد المدير الفني للفريق. هبطت انديه بنها، بور فؤاد، بلبيس، وبرضو للاسف الشديد المريخ قريب جدا للهبوط، وواحد برضو من الانديه العريقه اللي لها باع طويل جدا في هذه المسابقه زي ما بلبيس ايضا وبور فؤاد اقدم الانديه طبعا بور فؤاد، ونتمنى لهم ان شاء الله العوده السريعه. النصر فاز على السكه حاليا 2-1، بورتو سويس على بور فؤاد 3-1، الانتاج الحربي 1-0 على وادي دجله، المريخ 4-1 على منتخب السويس، الداخليه 3-0 على قنابل بيس، خسر من الترسانه 1-3، زد فاز على بنها 2-0 لاتصالات، تعادل مع بتروجيت 2-2. تقرير، ويا ريت تجهزوا لنا الكابتن احمد مصطفى بيبو عشان ابارك له على الصور. يلا اتفضل. بنحمد ربنا كتير ان ربنا كرمنا وان احنا نصعد قبل نهايه الدوري باربع مباريات، دي يمكن خاصه ان احنا بنلعب في مجموعه القاهره، مجموعه صعبه جدا بتضم انديه بتروجيت والترسانه وادي دجله والانتاج الحربي، دي كلها انديه في الممتاز، ومنتخب السويس والقناه، دي كلها انديه في الممتاز، وزد وبورتو السويس، فبالتالي كان يعني ماراثون عالي جامد جدا. فريق قناه اسم كبير، مؤسسة طبعا معروفة ومؤسسة كبيرة وطول عمرها طبعا وليها باع كبير جدا في 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 الدوري بتاعنا والدوري الممتاز، بلعب جهاز فني كبير محترم، كابتن حليم ومعاه كابتن محمد صادق وطبعا معاه بقية الكباتن، بصراحة يعني هم ناس كانوا يستاهلوا ان هم يبقوا في المنافسة، هم كانوا بيعدوا لده، بس طبعا زي ما انت عارف الدوري دوري ممتاز، اللي نافس ده توفيق من عند ربنا واللي صعد هو برضو توفيق من عند ربنا. الله
والله الحمد لله طبعا ببارك لنادي النصر وكذا ببارك الكابتن ياسر يعني بجهازه يعني ما شاء الله عمل ماتش كويس واستحقوا المكسب الحمد لله. يعني احنا كنادي السكه يعني انت عارف احنا الفرقه قعدت من بدري وكنا بنسعى ان احنا ان شاء الله يعني نفنش في مكان كويس. الدوافع مختلفه عند الفريقين، عندي نواقص كتير في الفرقه. الحمد لله الناس كلها عملت اللي عليها، هم جونين اخطاء فرديه مننا وبقيه الماتش احنا يعتبر شبه وان سايد جيم يعني الحمد لله على كل شيء واللي جاي احسن ان شاء الله. كان الشوط الثاني كنا نازلين عايزين نحافظ على النتيجه باي شكل ما كان، 2-0 2-1 المهم ان احنا نطلع بثلاثه بونت، عايزين نبعد عن المكان اللي احنا موجود فيه حاليا. بديناها بماتش المريخ والماتش البنها ونكملها بماتش السكه وان شاء الله ننهي الموضوع خالص في ماتش بورفؤاد ان شاء الله الجمعه الجايه في بورسعيد. تاتا بونت قدام فريق كبير طبعا، فريق السويس فريق كبير، بنحمد ربنا على تاتا بونت. واحنا طبعا متكلمين مع اللعيبه اللي احنا هنلعب لاخر نفس النهارده. طبعا النتائج الثانيه برضو زي ما الوضع زي ما هو، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا ونلعب لاخر مباراه لعل وعسى ان شاء الله ربنا يفرجنا. طيب رجعنا مرة تانية. مام الشر برضو من ضمن الأمور المهمة جدا في الاستثمار داخل النادي، يعني احنا شفنا الاتحاد السكندري في الفرع الجديد في سموحة، واعتقد انت برضو عند حضرتك محلات مخصصة في السور الشرقي والسور الغربي، ايه اللي مؤففا؟ يعني انا بتقدم بالشكر الجزيل لمعالي السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي على إصدار قرار بتخصيص إصدار القرار رقم 892 لسنة 2021 بتخصيص مساحة، أنا مش عندي المساحة ربما يكون في القرار، من بمساحة 32718 متر مقام عليها بعض منشآت نادي أسوان بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة. النهاردة بعد ما سعاد معالي دولة رئيس الوزراء خصص الأرض بتاعت النادي، كان علينا لازم نفكر في الاستثمار زي ما حضرتك تفضل. المجلس السابق فكر في إعلان وعمل كل ما هو مطلوب لتخصيصها، وتقدم بطلب لمعالي وبرضه الطلب موجود إن شاء الله حد يجي لنا لمعالي السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، ووافق على استغلال 935 متر في سور القبلي للنادي لإقامة يعني لاستخدامه في حق الانتفاع لإقامة مبنى تجاري إداري ترفيهي، وتم إعداد الرسومات الهندسية اللازمة واتخاذ كافة ما يلزم. لما احنا جينا كمجلس إدارة الملف ده كان من ضمن الملفات المهمة بالنسبة لنا، فعندنا لحد عندما حدد لنا لقاء مع معالي السيد وائل وزير محافظ أسوان، كنا أول طلب تقدمنا باستغلال هذه المساحة، طلب ده كان من شهر 1/2021 إلى الآن، وإحنا الطلب كان خلاص هو التخصيص تم، الطلب لاستخراج التراخيص عشان أعرف أنا أستغل وأعرف أنا أستثمر، حتى الآن لم ترد الموافقة على التراخيص. فأنا من خلال برنامج حضرتك بأناشد دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي في أن يصدر أمر أو قرار بإصدار التراخيص اللازمة لهذا المشروع، وليس هذا بالغريب عن سيادته لأنه في القريب العاجل كما قرأت وشاهدت أصدر مثل هذا القرار للاتحاد
السكندري ودولة رئيس مجلس الوزراء. وأنا على ثقة في أن دولة رئيس مجلس الوزراء القيادة السياسية طول السنة القيادة السياسية كلها اللي احنا بنوجه لها الشكر ممثلة برضو في معالي دولة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اللي بترعى الرياضيين وبترعى كل ما هو موجود. ويمكن كمان حزيد عن كده أن رعاية فخامة الرئيس لأسوان رعاية خاصة. نأمل أن يطول نادي أسوان الرياضي جزء من تلك الرعاية إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله أنا كنت حريص جدا على تهنئة حضرتك من داخل الاستوديو. هيبقى لنا تهنئة خاصة في أسوان اللي قدامنا الصور الجميلة قدامنا بالنيل الخالد والحضارة اللي بتضرب بجذورها أعماق التاريخ وهذه المناظر الطبيعية الخلابة التي لم ولن تراها إلا هناك في أرض الجنوب في ظهرة الجنوب في عند أصحاب القلوب البيضاء أصحاب القلوب النقية. لهم منا كل التحية وكل التقدير ولكل أهلنا في أسوان بربعها الممتدة في هذه المحافظة الخالدة والتي لها مكانة في قلوبنا جميعا وبهذه المناظر التي لن تراها إلا هناك. مع المستشار الدكتور الشافعي صالح نورتني شرفتني ودي بداية لأن احنا كلنا كإعلامي رياضي نكون واقفين مع حضراتكم حتى تستمر أسوان في الدور الممتاز إن شاء الله. أنا لا أملك إلا توجيه الشكر الجزيل لحضرتك وفريق العمل المميز والبرنامج المميز وأكرر شكري أيضا في النهاية إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز العظيم الذي أسعد جمهور نادي أسوان. وأنا يمكن قد لا أكون مبالغا إذا قلت أن هذا الصعود لم يسعد ولم يقف السعادة عند أهالي أسوان فقط وإنما عند عموم جمهورية مصر العربية، ولم أكن مبالغا في ذلك لأن أنا كل اللي شفته وكل بيقابلني يعرفني ما عرفنيش بيهني ده دليل أن أسوان لها مكانة عند الجميع. نأمل من الجميع وفي النهاية أن يقف بجوار نادي أسوان ليحافظ على مكانته في الدوري الممتاز وليكون حتى لا يكون ضيف شرف على الدور الممتاز إن شاء الله رب العالمين. المجموعة الأولى هختم بتقريرها كما أسوان كانت عادة مع تليفونات 1-1. الألومنيوم فاز علينا 7 أهداف مقابل لا شيء. الفيوم 1-3 أسوان. ملاو 1 بني سويف لا شيء. بترول أسوط على مدينة منورة 1-0. ديروت 1-3 مركز شباب طامية. والإعلاميين 2 البداري لا شيء. وسوهاج والمنيا التعادل بهدفين مقابل هدفين. أسيبكم في هذا مع هذا التقرير وبشكر مرة ثانية معالي المستشار الدكتور الشافعي صالح رئيس نادي أسوان ومليون مبروك لأهلنا في أسوان. إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقيكم في حلقة أخرى من ملعب البلد. حتى هذا الموعد دمتم في أمان الله. إلى اللقاء. الناس فاهمة كويس جدا في الفيوم ان احنا المسؤولية يعني او احنا تولينا مسؤولية في ظروف صعبة جدا يعني. وانا مش عايز اقول دوت ما كنتش عايز اطلع اقول الكلام، ولكن احنا في النهاية احنا قبلنا ان احنا نبقى موجودين وقبلت ان انا تولى المسؤولية. فما قداميش الا خيار واحد، ما قداميش الا خيار ان انا هحارب وهفضل لاخر نفس مع الفرق عشان نبعدهم عن الشكل او الصراع الهبوط من الهبوط يعني. ماتش الحمد لله النهارده كان اداء كويس بالرغم من الظروف الصعبه. يمكن انت كنت شايف الملعب عامل ازاي، كنا قلقانين قوي الشوط الاولاني بالذات، كان هوا بس جاي بتراب، احنا اتعذبنا بره، كتر خير اللعيبه جوه. الحمد لله يعني انت تقدر تطلع اللعيبه من الانتعاشه بتاعه الصعود دي ويلعبوا ماتش بكل جديه، ده كان موضوع صعب بالنسبه لنا. الحمد لله على المكسب. والله بشكر مجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني اللي هم لحد دلوقتي أسوان صعدت خلاص بس هم مكملين وملتزمين معانا، فالحمد لله بيدونا دفعه وبيكلمونا على السنه الجديده
وان شاء الله ان شاء الله يعني السنه الجايه الالمنيوم في الممتاز يعني. فرقتنا فرقتي عشان تبقى عارف، وفرقه كويسه جدا وفيها لعيبه كويسه جدا، ولو متوفره لهم ادنى الامكانيات عشان تبقى عارف هيبقوا لعيبه كويسه، وكانت مكانتهم يعني ما ترتيبهم في الجدول كان هيبقى غير كده خالص، فبحترمهم وبقول لهم هارد لك. ان شاء الله ربنا يوفقكم كده في الفترات اللي جايه. مش اتمنى ابدا الاقي فرقه سوهاج في الظروف دي وفي التوقيت ده. نادي محافظه وبلد كبير، انديه الشعبيه بتخلص نادي ورا التاني بالنظام اللي موجود، كل الاتجاهات لانديه الشركات، كمان اللي جاي اصعب. نبهت على فرقتي كده، احنا ناخد حقنا بايدينا، والله كسبنا خير وبركه، اتغلبنا عملت له عليكم وتعادلتوا النقطه بتاعكم في الدوري، وقد كان انت ممكن تشايفني لما تعادلت قلنا نرجع ورا ونحافظ على 29 بونت الثلاث ماتشات اللي على ملعب برضه ماتش احسن بالظبط. هو قاعد في الدوري، هو لو بيهبط ما كانش يلعب بنفس الروح دي. مبروك الاول لملاوي، مبروك للناس لكابتن ابراهيم سيدي، ومبروك لملاوي. ولكن انا بقول للناس كلها، يمكن الناس اللي هي بتتكلم كتير وبيقول لك التحكيم ومش التحكيم، احنا اكتر ناس ظلمنا من التحكيم، والدليل النهارده ان رايه بيحسب هدف والكره في الشبكه من بره، ويجي اللاعب بتاع ملاوي اللي انا بشكره لمصر كلها، الراجل هو اللي لغى الجول، هو اللي قال له لا ده مش جول، يجي يلغي هدف، وهو اللي سبب في بوظان الماتش، هو الرايه. الحمد لله على المكسب واداء رجاله من اللعيبه كلها، رجاله الحمد لله. وطبعا احنا بنطلب الكرم من ربنا، فما ينفعش الكره تبقى بره واحنا نقول جول. انا رحت للاعيب اللي لعب الكوره وسالته، قال لي الكره بره، فرحت رايح للحكم وقلت له الكره يا كابتن بره، احسبها بره عشان المشاكل، لان احنا مش هنرضى بكده اصلا. انا حضرتهم في بدايه المباراه، هم معاه مدير فني كويس محترم، جهاز فني كويس، لان طبعا بني سويف دي بالنسبه لي عشره كبيره جدا، عندهم لعيبه كويسه. يعني النهارده برضو انا عاوز اقول لك على حاجه، انا عاوز قبل اشيد بفرقتي اشيد بفرقه بني سويف. يمكن كابتن محمد يوسف ادار الماتش بشكل محترم، كان في ليهم فرصه واثنين وثلاثه كان ممكن برضو يخلصوا الماتش، بس انا يعني الحمد لله كنت مقفل كويس. هو والله احنا مسكنا الفترة الأخيرة لسه ماسكين من شهر، ويعني بنحاول بنأدي أحسن أداء في الماتشات اللي احنا مسكناها يعني، وكنا فعلا يعني احنا لسه متعادلين مع كيما أسوان المركز الثاني في الجدول، وكان يعني قريب لينا الفوز خالص في المباراة اللي فاتت دي. البداية ما كانتش كويسة، يعني البداية ما كانتش أحسن حاجة، احنا لعبنا 7 مباريات جمعنا فيهم 4 بونت، يعني كملنا على شغل الكابتن جميل، حاولنا نجيب تدعيمات في يناير، جبنا حوالي 5 6 لعيبة ظبطوا الدنيا شوية، يعني المباريات كمان الدور الثاني صعبة جدا، البونت فيها صعبة جدا.